بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. لا يصح إلا الصحيح وموقف الأهلي الصريح. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة تتحدث عن هذا الصحيح الصريح اللي أشار إليه المهندس عدلي، واللي اختزل فيه مضمون حلقة الليلة التي تجيب على السؤال المهم، سؤال اللحظة: ودي ولا رسمي، فهمي ولا نظمي؟ الحقيقة يعني أشعر بالشفقة. يعني عديت مرحلة الغضب إلى مرحلة الشفقة، وإدراك أن لا، العالم كله يريد أن يتقدم ويتطور في خلينا في مجال الرياضة وكرة القدم، ولكن احنا بإصرار غريب جدا متمسكين ان احنا باستمرار نشد اللعبة لورا، ومهما حاول هؤلاء من الشد للخلف، ومهما حاول هؤلاء إعاقة مسيرة وحركة وانطلاقة الأهلي، تبقى جهود رجال الأهلي الجبارة تسير في الاتجاه الإيجابي وتجدف في الاتجاه الصحيح. يمكن الساعات الأخيرة شهدت الكثير من جهود تبذل حقيقة للسير في الطريق الإيجابي يا باشمهندس. يعني منذ قليل النادي الأهلي بيفتتح صالة الكاراتيه الكبيرة في النادي في الجزيرة لخدمة الحركة الرياضية كلها. أنت بتتكلم على لعبة أولمبية دخلت الأجندة الأولمبية، وبدأت مصر تطمح للحصد ميداليات أولمبية فيها. تعرف كان زمان في قصة اسمها جاليفر، مرة في بلاد الأقزام ومرة في بلاد العمالقة. فهو في بلاد الأقزام صحي، لقى نفسه ناس مكتفينه، هو بالنسبة له لأنه عملاق في وسط الأقزام أكنها بخيوط عنكبوت وبيضربوه برماح، لكن هي في حقيقة الأمر دبابيس. فجاليفر بيشوكوه لكن مش بيأثروا عليه. فالأهلي هو جاليفر هذه الأيام. الأهلي جاليفر هذه الأيام، وزي ما قلت لكم يمضي بخطى ثابتة وواثقة جدا. مجلس الإدارة في الاجتماع الأخير اعتمد عدد من القرارات المهمة للنشاط الرياضي. بتتكلم على معسكر إعداد ميزانية خاصة لرجال السلة وبطولة الطائرة، أيضا أنسات ورجال، بطولتين تشهدهم مصر خلال هذا العام. بنتكلم على إعداد فريق الهاندبول، بنتكلم على سفرية مهمة لأبطال الإسكواش، ثم أيضا مشاركة أبطال الكاراتيه في بطولة خارجية في النمسا خلال هذا الشهر، في بعثة يرأسها واحد من أبطال العالم في الكاراتيه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي. فأنتوا شايفين حجم النشاط الرياضي الإيجابي اللي بيبذل من أجل هذا الوطن وأبناء النادي، في الطائرة، في الإسكواش، في السلة، في الكاراتيه، في كل الألعاب، حتى في كرة القدم شفتوا تدعيم الفريق مشي بأنهي شكل وأفضى إلى المستوى الكبير اللي حضراتكم استمتعتوا بيه. فده الفرق بين الناس اللي بتشتغل والناس اللي بتشتغل على اللي بيشتغلوا يا باشمهندس. يعني أمر بقى واضح تماما إن محدش منشغل بنفسه، وإن المسألة إن كله وهو بيتحرك وهو بيتصرف، حتى لو ربنا كرمه باصص على الأهلي. يعني أنت اتنين سوبر ماركت فاتحين جنب بعض، ربنا رزقك كده وعمال الرجل كترت عندك بعد ما كنت محدش بيجيلك وبتاع، لكن انت مش منتبه للي متحققه من مكاسب بقدر ما انت منتبه الى ما يحققه جارك، وعايزه تعطله وعايز محله تقفل. ان شاء الله انت تقفل معاه، بس المهم هو ما يشتغلش. فمسألة من اغرب ما يمكن، وموقف غير مسبوق على مستوى العالم، ان في أندية بتتضامن ضد نادي اول مره اشوفها. يعني قوة التحالف بتجاهل غير مفهوم او مفهوم من اولي الامر، من مسؤوليتهم ضبط الاداء وتحقيق العداله، انك انت يصل الامر ان تعمل اجتماع هنناقش بعد كده اذا كان رسمي ولا فهمي ولا نظمي. انما تعمل اجتماع وتطلب من الانديه حضوره
والأندية تحضر وفي بيتك وتحت مظلتك يا أخي، أنت كبير العيلة، أنت رئيس القبيلة، يوم الضيوف تيجي لحد عندك ويتم إهانتها ويتم التلقيح عليها، ولما تنسحب لا تقم أنت بأي مبادرة، إن ده مش إهانة للضيف بتاعك، ده إهانة ليك أنت الذي لم يحترم وجوده في دعوتك وفي حضرتك، ولم ترد غيبة النادي الأهلي. أين حق النادي الأهلي؟ وأنا أعتقد إن النادي الأهلي حسن انفعل بالاجتماع الطارئ بتاع يوم السبت، لا إنه لازم يناقش أنا حقي فين؟ إزاي اتشتم بعد ما الممثل بتاعي ينسحب، وله كل الحق لأنه لم ينسحب كمبادرة شخصية، هو ليس موقف خالد مرتجي، هو موقف النادي الأهلي الذي حافظ عليه خالد مرتجي. عشان كده حلقة النهاردة هتجاوب على أسئلة كتيرة جدا لعلها كاشفة وكاسفة الحقيقة، لكن زي ما قلت لكم كل هذه العراقيل وكل هذه التحالفات لا تعني أي شيء للنادي الأهلي، فليتحالف المتحالفون واليعبث العابثون، لكن يبقى عمل الأهلي دؤوب جدا في الاتجاه الإيجابي طالما جمهوره متضامن معاه، هو ده فقط اللي يهم النادي الأهلي. تحالف جمهور الاهلي مع النادي الاهلي هو الداعم الاكبر دائما وابدا. اطمنك على حاجه، دفع مسيره الاهلي للامام. اطمنك على حاجه، كل هذه المدقيات لم تسفر الا عن تسويق الصوره الذهنيه المختلفه الطيبه للنادي الاهلي. صحيح، النادي الاهلي هو الحاله الصحيه في الوسط الرياضي. صحيح، والذي يريد لها البعض ان ينالها وعكه، ولكن مش عارفين يعملوا ايه. عايزين تعرفوا ليه؟ نسمع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي وهو يفتتح مع السيد وزير الشباب والرياضه صاله العاب الكاراتيه لخدمه شباب النادي والحركه الرياضيه في مصر. نشوف الكابتن الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه في البدايه برحب بدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، هو مشرفنا في النادي الاهلي، وبرحب بكل زمايلي أعضاء مجلس إدارة وبكل العاملين وكل الناس اللي حقيقة كلهم بذلوا مجهود كبير جدا جدا في التطوير اللي بيحصل وبيحدث حاليا في النادي الأهلي. بشكر الحقيقة أولياء الأمور، لأن أولياء الأمور الفترة اللي فاتت في نفس المكان ده الحقيقة كان المبنى ده عبارة عن خيمة، وكان الحقيقة كانوا بيشتكوا من حاجات كتير، وإحنا يمكن في خلال برنامجنا الانتخابي قلنا ان احنا في خلال ان شاء الله سنه هيكون هذا الصرح موجود باذن الله. الحمد لله، يمكن زي ما اشار الزميل قبل كده ان يمكن من اسبوعين بس افتتحنا المعدات، افتتحنا المعدات اللي احنا يعني كانت موجوده في صاله الجمباز، كافه المعدات اتغيرت، كافه الاجهزه اتغيرت، كلها تطوير. المنشأة كان موجود، لكن الحقيقة يمكن ضفنا أجزاء كتير جدا جدا من المعدات اللي تساعد أولادنا على يعني إن شاء الله النبوغ في الرياضة. من هنا عايز أقول كمان أشكر الحقيقة جهاز المشروعات القوات المسلحة، هو اللي بيقوم بكل هذه الإنشاءات أو هذا التطوير في النادي الأهلي اللي ابتدى في مدينة نصر ودلوقتي الجزيرة، وان شاء الله قريب جدا هيكون في الشيخ زايد باذن الله. بشكرهم لان هم الحقيقه حاطين زي جدول زمني عشان ازاي نستلم كل المنشات والتطوير دوت في مدد قليله باذن الله. هنا يمكن الناس تقول مجلس الاداره احنا كلنا بنكمل بعض، كل المجالس من 1907 لغايه النهارده بنكمل بعض. لكن مجلس اداره، اي مجلس اداره بيجي سابق او حالي او قادم، طالما اراد ان هو يقدم نفسه للخدمة العامة فهو يستطيع، انه المفروض ان هو يكون على يعني يحس بالناس ويحس باعضاء الجمعية العمومية ويحس بالجماهير ويقوم بدوره على اكمل وجه. هو دور ده مجلس الادارة، فده مش عشان الناس ما تشكرش مجلس الادارة، لا ده مش شكر، احنا اللي بنشكركم على ثقتكم فينا كاعضاء الجمعية العمومية، بنشكر الجماهير على ثقتهم لان ده دورنا وده واجبنا. من خلال الواجب بقى، النادي الاهلي له يعني له الحقيقه دور وطني رياضي، وله دور وطني اجتماعي، ودور وطني انساني.
دور الوطن الرياضي اللي هو النادي الأهلي أكبر داعم بالنسبة للرياضة المصرية لجميع المنتخبات، وده دور النادي الأهلي إن احنا نوفر كل السبل وكل الإمكانيات وكل المنشآت وكل الأجهزة لأولادنا عشان إن شاء الله يكونوا يقدموا حاجة للنادي الأهلي، وقبل النادي الأهلي يقدموا حاجة لبلدنا مصر بإذن الله. حاجة تانية، الواجب الاجتماعي. النادي الأهلي برضو من الواجب الوطني الاجتماعي إن يتواجد في المجتمع المصري، لازم يكون له دور اجتماعي مع كل مع البلد بشكل عام وبشكل خاص. النادي الأهلي أكبر شعبية موجودة، لازم يكون له دور اجتماعي لبلدنا بإذن الله. دور الإنساني، النادي الأهلي مبادئ وله أسس وله قيم، ما ينفعش النادي الأهلي ينساق أو ينحدر لأي سلوك مش 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 رياضي وأي سلوك الحقيقة متدني. النادي الأهلي لازم يحافظ على ده، لازم النادي الأهلي يحافظ على المبادئ، يحافظ على أسس، يحافظ على قيم. هو ده دور النادي الأهلي اللي بأجيال بتعلم أجيال، وإحنا إن شاء الله دورنا بإذن الله نحافظ على ده للأجيال القادمة، اللي أنا متأكد إن بإذن الله هيكون برضو ده نفس دورهم، يحافظوا على كل الدور الرياضي والدور الاجتماعي والدور الإنساني والسلوكي، يحافظوا عليه على مدار الأجيال إلى أن ينتهي بين العمر. أشكركم جدا، والحقيقة الواحد النهاردة سعيد جدا أن يكون موجود في صرح كان من سنة واحدة بس صرح مش موجود. النهاردة بوجود كل شبابنا الصغير دوت اللي موجود، أعتقد المستقبل ليهم، وأعتقد إحنا مفروض كلنا نشتغل لأولادنا الصغيرين ولنادينا والأعضاءنا والجماهيرنا، وإحنا بنشتغل دعم الجماهير ودعم الأعضاء هو السند الحقيقي للنادي الأهلي طول عمره وإلى إن شاء الله آخر العمر بإذن الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، كلمة مهمة صادقة يعني كرست كل المعاني. المجالس لا تشكر لأن ده دورها، بالعكس هي اللي بتشكر من أولاها الثقة. كل المجالس بتعمل من أجل أعضاء الأهلي وجماهير الأهلي، جماهير الأهلي اللي جزء منها هي أعضاء الأهلي. أي. وإن كان أعضاء الأهلي بيتمتعوا بحاجتين، الحمد لله بيتمتعوا بحاجتين، الحاجة العامة الخدمة الرياضية، الإيمج بتاع النادي الأهلي، المكانة بتاعت الأهلي، زائد اللي حاجة تخصهم بقى بتزيد شوية عن الجماهير العادية، إنه تاخد خدمة مباشرة، خدمة لهم وللأسر بتاعتهم كأعضاء عاملين وأعضاء منتسبين لهذا النادي العريق. الأهلي في وسط كل هذا التجاذب وكل هذا الافتراء وكل هذا يعني الناس المكرسة نفسها ومتحدة عليه، إلا أنه لا يهمل لا في واجبه تجاه جماهيره بشكل عام ولا أعضائه بشكل خاص. الكلمة دي ركزت ببساطة شديدة على أن ده هم المجلس ودور المجلس، وخلال العام أعتقد أن كل شيء وعد به مجلس الإدارة أوفى به، لا يتبقى إلا الشيء اللي هو مش في طوع حد، متغير حصل اللي هو بناء الاستاد الجديد اللي برضو المجلس خد فيه خطوات بإذن الله وبجماهيره وبأعضائه وبفكره هيقدر يبني هذا الصرح وهذا الحلم، وساعتها يبقى ملك خالص لجماهيره، ويعني بإذن الله نشوفه رؤية العين قريب إن شاء الله. طيب الكابتن الخطيب تحدث عن باختصار شديد دور النادي الأهلي في المحاور الثلاثة لخدمة الحركة الرياضية وطنيا، سواء في الشق الرياضي أو الشق الاجتماعي أو الشق الإنساني، لكن كيف ترى الحكومة المصرية دور النادي الأهلي هذا؟ ممثل الحكومة في هذا الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نشوف كلمته. السلام عليكم. طبعا سعدني وشرفني ان انا اكون موجود النهارده، وفي الحقيقه في افتتاح مكان كبير اللي دايما بنشوف فيه افتتاحات، وكل منشأ رياضي موجود اكيد بيكون اضافه لمصر، لان ده معناه ان في ناشئين وفي منتخبات وفي لاعبين كتير وكبار بيكونوا موجودين. انا بهني مجلس اداره النادي الاهلي
بهني حضرتك كابتن الخطيب ومجلس الإدارة المحترم على هذا الإنجاز، ونتمنى دائم التوفيق الحقيقة، نتمنى دائم التوفيق. ويمكن يعني أنا عندي شوية تحيز شوية علشان كاراتيه وصالة كاراتيه وأنا بتاع كاراتيه يعني، ففي محبة خاصة، لكن ببارك ليكم وألف مبروك. إن شاء الله دايما كل منشأ جديد إضافة جديدة لمصر، وكل لاعب موجود في قطاع ناشئين أو كبار أكيد هو مساهم إن هو يرفع علم بلده. إن شاء الله نتمنى إن احنا نشوفكم كلكم في المنتخبات المصرية. دائم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. كلمة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي تعكس قدر احترام حقيقي لمكانة الأهلي وما يقوم به من دوره المجتمعي. والحقيقة هنتهز الفرصة دي بقى عشان أجيب من الآخر قوي، عشان أريح الناس برضو اللي عمالة تقول نادي الدولة ونادي، هو نادي الدولة. لما يكون نادي الشعب وله الأغلبية، الدولة جزء من الشعب والشعب جزء من الدولة، دولة الشعب وشعب الدولة، هو ده المجتمع الصحي السليم. أن تكون الدولة جزء من الشعب وفي خدمته، وأن يكون الشعب مقتنع وملتحم بدولته. صحيح. فالنادي الأهلي هو نادي الدولة ونادي الشعب ونادي أمس ونادي اليوم ونادي غدا. قولوا اللي أنتوا عايزينه، ها، وضيعوا وقتكم في الكلام والرغي، وإحنا عندناش وقت نضيعه لأن عندنا شغل كتير قوي. طيب، من الشغل الكتير قوي والكبير قوي، من افتتاح لافتتاح، من منشأة لمنشأة، من اجتماع لاجتماع، يعني أنا أعتقد المسألة بتتواصل، لأن أنا لو قلت لكم حجم ما قرره مجلس الإدارة في الاجتماع الأخير من قرارات مهمة في الحركة الرياضية، هتشوفوا حجم ما يبذل من جهود. يمكن الناس بس شايفة كرة القدم علشان المتابعة الكبيرة ليها، لكنه اللي حاصل من دعم اللي هينظم الأهلي بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش، وبيصفر سفرية أو رحلة كبيرة لأبطال الكاراتيه للنمسا في بطولة دولية، وبيعد بعض السباحين، وبيجهز لبطولة أفريقيا، وقبلها كرة الماء وبارتيزان، والكرة الماء كان عندها فريق من صربيا مؤخرا، وبعد كده سلة وطايرة ويد بطولات أفريقية. فأعتقد حجم ما يبذل على الأرض. عايز تكمل؟ قال لي العميد مرجاني كمان. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، مساء الخير يا سيادة العميد. مساء الخير يا فندم استاذ غريم، ازي حضرتك كابتن عادل، ازي حضرتك؟ بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد. انت مشغول اليومين دول، كل يوم بتفتتح منشأة رياضية لخدمة اعضاء الاهلي وجماهيره ومصر، اتفضل. والله يا كابتن يعني هو الحمد لله، ومش انا اللي لوحدي طبعا، ده مجلس ادارة في سابق الزمن، مجلس اداره ملتزم التزام يعني تام قدام اعضاء جمعيه العموميه وقدام جماهيره ببرنامج انتخابي كان كابتن محمود الخطيب وضعه هو ومجلس ادارته، برنامج عائله الاهلي. النهارده انا كنت لسه بنقول لو اعضاء جمعيه العموميه جابوا بس البرنامج هيلاقي ان فيه 60 او 70% من الالتزامات اللي في البرنامج عائله الاهلي بتتنفذ، الحمد لله رب العالمين، ده على المستوى الاجتماعي. يمكن زي ما حضرتك بتقول النادي الاهلي مش شغال في النشاط الرياضي فقط لا غير، او كره قدم بس، لا ده النادي الاهلي بيقوم بدوره الوطني كمؤسسه وطنيه من 1907 موجوده، لها دور في المجتمع تربوي، لها دور في المجتمع رياضي، لها دور في المجتمع قدوه، ازاي يعني شبابنا يبقى فيه قدوه يحتذوا بيها. النهارده عندك مصر بتستلم رئاسه الاتحاد الافريقي في هذا الاسبوع، في نفس الوقت النادي الاهلي بينظم 3 بطولات افريقيه بدايه من بكره ان شاء الله باذن الله، بطوله السله، وفي دلوقتي الاجتماع الفني شغال في الوقت الحالي اللي انا بتكلم حضرتك فيه، بكره اول مباراه في بطوله افريقيا للسله، ثم بعد ذلك بطولتين رجال وسيدات للكره الطايره في الوقت اللي مصر بتستلم فيه رئاسه الاتحاد الافريقي، وده دور النادي الاهلي. على الصعيد زي ما حضرتك الاخر، الانشاءات وتطوير الانشاءات اللي رئيس النادي الاهلي كابتن محمد الخطيب وعد بيها، وطبعا يعني عارفين اكثر مني طالما كلمه الكابتن قالها لازم بتتنفذ، فمجلس اداره بيسابق الزمن، اداره تنفيذيه بتتحرك في كل مكان الحمد لله رب العالمين بتعاون، هو ده اللي احنا بنشوف نتيجته النهارده. اول حاجه عشان خاطر نعمل مشروعاتنا ومشروعات انشائيه، اول مؤسسه لثقه النادي الاهلي فيها وثقه كل المصريين، المؤسسه العسكريه للقوات المسلحه، تم توقيع البروتوكول مع جهاز الخدمه الوطنيه للمشروعات للاشراف الكامل يعني القيام بالاعمال
الانشاء للنادي الاهلي، بدايه من اسوار، بدايه من اماكن جلوس جديده، تطوير البنيه التحتيه بالكامل للنادي، ده كل ده خدمه لاعضاء النادي. امعانا في الشفافيه وضمان الجوده. وطبعا ده نمره واحد، وبرده الالتزام بالوقت، لان هو اكثر التزاما. النهارده احنا بنستلم صاله الكاراتيه، دي كانت حلم لاعضاء واسره الكاراتيه بقى لها اكثر من 10 سنوات، مش هقول النهارده هي السنه اللي فاتت او الابيه، لا دي بقى لها فتره طويله جدا. كابتن محمود وعدهم في البرنامج الانتخابي اللي هتكون اول حاجه هيكون في صاله كاراتيه، وفعلا بالفعل النهارده الافتتاح احنا بنبارك لهم، بنبارك الدكتور مراد عاصم رئيس الجهاز، كابتن رفعت عبد القادر المستشار الرياضي، وطبعا دكتور مهند عضو مجلس اداره اللي هو البطل العالم في الكاراتيه، كلهم شاركوا فنيا من ناحيه المستوى سامح علي كامل، المستوى الهندسي في الانشاءات، طبعا جهاز الخدمه الوطنيه للمشروعات، ده الناتج النهارده. وتشرفنا طبعا بوجود السيد الوزير الشاب الناشط جدا اللي بيتحرك في كل مكان، دكتور اشرف صبحي كان معانا النهارده في الافتتاح، فطبعا حاجه كانت مشرفه. لو هتلاقي النهارده في ابطال الكاراتيه النادي الاهلي، في ابطال الكاراتيه القدرات الخاصه النادي الاهلي، فكل ده النادي شغال في اتجاهات مختلفه. النهارده عندنا الصبح كان في المؤتمر بتاع الطبي، مؤتمر طبي رياضي تحت اشراف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه، وفي نفس الوقت عند هيئه الاجتماع الفني افتتاح بطوله كاراتيه، ففي احداث كثيره بتتحرك فيها النادي الاهلي في كل المجالات. امبارح مجلس الاداره زي ما انا سامع حضراتكم كنت بتقولوا مجموعه من القرارات، كلها قرارات بتبني، كلها قرارات ليها دور في المجتمع. النهارده انت بتجهز سباح عشان خاطر بطل اولمبي، يمكن انا بنتكلم في هذا الكلام، لازم الاتحادات يبقى ليها دور، لازم وزاره الشباب والرياضه ليها دور، بس النادي الاهلي برضه لغايه اما يكون الواحد يبقى مسؤول عن دوره واقف جنب البطل بتاعه الانضباط الاولمبي، عشان خاطر لغايه شهر 6 هيقعد في امريكا استعدادا للاولمبياد. اكثر من اتجاه، مشاركه فريق كره المايه في البطوله العربيه، الفريق الكره الطايره سيدات عنده استعداد بطوله افريقيا، النهارده رئيس النادي بيقعد مع الفريق بعد الخساره في البطوله العربيه وحصول على المركز الثاني، طبعا النادي الاهلي اللي اكبر الى المركز الاول، عشان خاطر النهارده رساله بتوصل لبناتنا وبتوصل لفرقنا وبتوصل لكل المشاركين وكل اللي بيحملوا اسم النادي الاهلي من رئيس النادي. دي بطوله، لكن احنا عندنا بطوله مهمه الفتره اللي جايه، مجلس الاداره وافق على معسكر ليهم في صربيا سعاد للبطوله، نفس القصه الرجال، فانت بتتحرك في كل الاتجاهات، فربنا يوفق ان شاء الله. وهرجع اقول ثاني، هذا المجلس بيصابق الزمن لتحقيق البرنامج الانتخابي اللي تم وعد اعضاء الجمعيه العموميه دي. ما يخص المنشات، ويمكن السؤال اللي دايما افتتاح اعمال الاسوار والبوابات يا سياده العميد، هل في ميعاد محدد ليها ولا لسه؟ طبعا هو المنشات سامع علي كامل دايما بيعرض كل فتره كل 10 ايام تبعتها على مجلس الاداره. احنا النهارده استلمنا الاسواق، استلمنا صاله الكاراتيه، خلال 10 ايام باذن الله هيبقى في الاسوار بالنسبه لمقر النادي بالكبيره، وفي نفس الوقت برضه هيتم طرحها للاعلانات، وده برضه هيبقى زياده الموارد وزياده الدخل للنادي الاهلي، عشان خاطر برضه زي ما احنا عارفين النادي الاهلي يعتمد على نفسه في تنميه موارده، يعتمد على نفسه في توفير كافه احتياجاته الماليه. وفي عندنا الاستاذ خالد بن عبد الله امين الصندوق الحمد لله قايم بهذا الدور مع الاداره الماليه الاستاذ احمد حلمي، الحمد لله. يعني النهارده الاسوار خلال الفتره القادمه 10 ايام او 15 يوم بالكثير هنبدا بنتحرك فيها لطرحها في مزايده عامه عشان خاطر الاعلانات. نفس القصه خلال ايام برضو هنعلن عنها قريبا افتتاح منطقه الجلوس في مدينه نصر، ودي برضو كان رئيس النادي وعد بيها عشان خاطر الزياده العدديه لاعضاء النادي. والحمد لله يمكن على مدار السنه اللي فاتت الخدمات اللي اتقدمت من مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، وبصراحه يعني المجهود اللي بيبذله العاملين في النادي الاهلي من اصغر عامل، خلى وشجع اعضاء النادي الاهلي اللي هم فعلا يجوا يخرجوا في النادي، يجوا يبقى موجود في النادي، ابني واولادنا يبقوا موجودين داخل اسوار النادي، وهو امن حاجه لينا، يبقى متوفر ليه كل الخدمات اللي محتاجها من منافذ، من نشاط رياضي موجود، من في شاشه السينما اللي موجوده، من رحلات موجوده، لجان عامله دور على اعلى مستوى، لجنه المراه موجوده النهارده، بكره عندنا الزياره المستشفى ده هي في مؤتمر عشان خاطر المراه والسرطان يعني انت بتتحرك الدور الانساني بقى، الدور الانساني الحضاري الحقيقه. يعني هو ده، انت بتتحرك في كل مكان عشان خاطر بتعمل دور البلد
محتاجاه من النادي الاهلي في الوقت ده لشعبيته وجماهيريته، فانت بتوصل الرساله وبتعمل دورك، انت بتبني زي ما احنا بلدنا ماشيه في اتجاه اللي هي بتبني، انت برضه بتبني بتربي اجيال، بتلجا بتحترم لوائحك بتحترم القوانين، ازاي بتوصل لهم الرساله دي؟ واحنا مثال الفتره اللي فاتت احنا مين بنؤكد على هذا الكلام، وان شاء الله باذن الله انا متاكد ان هيبقى في نتيجه، لان احنا عندنا ثقه كامله في كل مؤسسات الدوله لكل بيساعد. النهارده الدكتور اشرف صبحي اول لما كابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي وجه الدعوه على الفور كان مرحب جدا صحيح. جدا وسعادته كانت باينه، اللي هو في اتحاد في شغل بيحصل في نتيجه بتتحرك، فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يحفظنا ويعني ان انا اؤكد وادعم قولك بان النادي الاهلي يقدم للمجتمع كل الدعم السلوكي والاخلاقي والرياضي مش بس المنشآت، واولها ذلك النموذج الرائع من ضبط النفس والرقي في التعامل ومقابلة الإساءة بحسم ولكن بدون تجاوز. اعتقد النادي الاهلي يعطي النموذج الذي تحتاجه مصر ويحتاجه شباب مصر الفترات الحاليه والقادمه. متشكرين. هو ده اللي انتم بتعلمونا يا كابتن عدلي، هو ده اللي احنا اتعلمناه منكم، وهو ده اللي رئيس النادي متمسك بيه، وهو ده اللي رئيس النادي بيضغط علينا عشان خاطر ضبط النفس، ولكن في الاخر الناتج احنا بنشوف الرضا، بنشوف ولادنا النهارده اما تيجي تقول له التزم باللوائح التزم بالقوانين، هو بيلتزم لانك انت في قدوه في الاخلاق، هو ده الناس كلها بتمشي وراها، ان في الاخر خالص لا يصح الا الصحيح. وبرضو على الهامش لازم نقول برضو اللي بكره فيه في مدينه نصر ان شاء الله بدايه من الساعه 2 مؤتمر طبي ومؤتمر لذوي القدرات الخاصه، برضو ده دور من المجتمع اللي احنا بنقدمه لخدمه اعضاء النادي الاهلي والقدرات الخاصه، وازاي بالاضافه الى المؤتمر بهية اللي هيكون موجود في مقر الجزيره، فانت على مستوى المقرات النادي الافرع الثلاثه شغالين على مستوى الافرع تقديم خدمات لاعضاء الجمعيه العموميه، تقديم خدمات للمجتمع المصري، تقديم خدمات لاولادنا اللي هم فعلا امانه في رقبتنا كلنا ان شاء الله باذن الله. وطبعا كل ده كان واضح يا سياده العميد في الاقبال الكثيف جدا على العضويات الجديده، يمكن قبل حتى السعر الجديد ما يسري كانت المساله فيها اقبال كبير جدا. الحمد لله طبعا الاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ طارق قنديل والاستاذ محمد الجرحي والاستاذ ضماط عاملين مجهود جامد جدا. عملوا الحمد لله، يعني ربنا يتمم بالخير بس ويحفظنا ان شاء الله. السبت الساعه 4 العصر اجتماع مهم لمجلس الاداره، طارق دعا له الكابتن خطيب. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هل في اي تفصيله عنه ولا بحث الموقف الحالي؟ يوم خلينا يوم السبت ان شاء الله باذن الله، ما نسبقش لحضرتك، انتوا طبعا عارفين كل حاجه يوم السبت باذن الله. وبرضه بعد الاجتماع مجلس الاداره طارق في مجموعه من اللقاءات برضه خاصه بالاعضاء النادي الاهلي، خاصه بالجمعيه العموميه للنادي الاهلي، كل احنا بنتحرك، بقول لحضرتك احنا بنسابق الزمن، الجدول الاعمال يوميا. والجميل برضه اللي انا بتكلم فيه اللي احنا بنشتغل بروح فريق، النهارده عندك الكابتن جوهر نبيل رئيس اللجنه العليا للمباراه بكره بتاعت افريقيا، عندنا دكتور محمد سراج سيدات، عندنا دكتور كره طايره سيدات افريقيا، عندنا دكتور مهند كره طايره رجال، اللجان بتتحرك في كل حته. ده النادي الاهلي، ده كابتن محمود خطيب ومجلس ادارته اللي بنوصله للشارع المصري، اللي بنوصله لكل الاهلاويه، اللي بنوصله للمجتمع المصري. فادعوا لنا وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، ودايما طول ما اسره النادي الاهلي مع بعض، طول ما جماهير النادي الاهلي مع النادي الاهلي، احنا ان شاء الله ماشيين بنفس الخطوات ما بننحتش عنها. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعتقد يمكن ختام كلامه بدايه كلامنا بقى في البحث عن هو ودي ولا نظمي ولا فهمي ولا رسمي. هو بس اتفضل حاجه مهمه جدا جدا، يعني انك انت بتقدم النموذج القوي الذي ينبغي عليه اي انسان محترم ان يسلكه في السيطره على النفس، في اختبار الاحترام. يا استاذ ابراهيم، اسهل حاجه انك تترك زمام نفسك لهواها فتهلفط وتشتم وتصغر في عين الناس. مفيش راجل، سيبك من الكلام ده، اللي يقول لك اصل قوي اصل بيديه ومديلهم كمان، لا ده هو بيدي لنفسه، صدقني بيدي لنفسه، بيدي لنفسه، بيجيب جون في نفسه، عمال يقلش، واخد بالك؟ انما القوي بقى يعمل ايه؟ يبص له باستخفاف وكبرياء وتعالي
بس ايه؟ هاخد حق منك تالت ومتلت، وهخليك تندم على كل كلمه. عشان ياخد حقه تالت ومتلت ويندم على كل كلمه اي متجاوز. انا بتكلم الخطيب، بتكلم مع اي متجاوز، اي متجاوز حتى لو انت في الشارع. بالظبط. اتعلم الدرس ده، ازاي تخلي الناس تحترمك وهي شايفاك بتترفع، وبعدين بتجيب حقك ازاي. صحيح. يعني حتى الشعراء في ادب الترفع كتير جدا من الكلام الماثور الحقيقه، لكن لاجل كل هذا وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي دعوه لمجلس الاداره للانعقاد طارئ يوم السبت الساعه 4 في مقر النادي في الجزيره لبحث الامر المهم المعروض على الساحه حاليا، كل ما يخص حفظ حقوق النادي تجاه خروقات تمت للوائح، تجاه تجاوزات حدثت بحق النادي وقياداته ورموزه وجماهيره وصورته ومكانته. كل ده هيكون على طاولة اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت. الموضوع اتحاد الكورة فجأة لقى ناس بتقول له أنت بتجامل الأهلي في مؤجلاتك، الأهلي اللي طلع عين لعيبته في الإصابات اللي أنتوا شايفينها كل 3 أيام مباراة، الأهلي اللي لغاية دلوقتي لعب 35 أو 36 مباراة فيهم 8 سفريات من أول ما بدأ الدوري، 6 لأفريقيا و2 بطولة عربية، والسفرية الجاية يوم السبت. الأهلي بيلعب الجمعة وبيلعب الثلاث، وهيلعب بكرة السبت الجمعة ويسافر السبت عشان يلعب يوم الثلاث ويرجع يوم الأربع عشان يلعب، وهكذا. الأهلي اللي حاصل معاه كل اللي أنتوا تابعتوه إنه يلعب 35 مباراة أو 36 مباراة بينهم 6 سفريات لأفريقيا، غيره يلعب 29 مباراة أعني نادي الزمالك، ونادي بيراميدز يلعب 21 مباراة. فشوفوا عبث الموقف، أنه اللي لعب 21 مباراة بيتهم الاتحاد أنه بيجامل اللي لعب 36 مباراة في جدول، واللي لعب 29 بيتضامن مع أبو 21 عشان أبو 36. فبص بس خلي بالك حصل ازاي استاذ ابراهيم، ما تجمع 29 على 21 تبقى 50. طيب بتلعب 36 هم لاعبين 50. ده قوة التحالف بقى. طيب وليكن المهندس عادل جاي رايق النهارده، مش رايق ما اصل انت يعني لما تروح تحضر اجتماع بهذا السبب ولا يناقش هذا الامر ويحدث ما يحدث في هذا الاجتماع، ولا احد يصور حتى لزميل تعرض لاهانه، اللي هي انا اصور لنفسي. انت يعني لما يحصل اجتماع ويحدث فيه هذا العبث ومسؤول الاتحاد بيتفرجوا ولا يصدر عنهم تعليق غير التبرير، اصل ده اجتماع ودي، اجتماع ودي يعني اللي عايز يشتم يعمل. طيب هنمسك مع بعض الدليل على ان هو ودي ولا رسمي ولا فهمي ولا نظمي. اتحاد الكرة بعت لكل رؤساء الأندية، ومبدئيا بتوقف عند الدعوة لرؤساء الأندية، لأنه الخطاب الأول الوارد للنادي الأهلي أو بالأدق للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الخطاب هتشوفوه قدام حضراتكم في 3/2/2019 من العميد أو النائب اللواء الدكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد. يوم 3/2 بعت السيد ثروت سويلم للكابتن محمود الخطيب، وأنا هنا تخصيص الخطاب لرئيس النادي يبان من عنوانه. الوضع الإداري المنضبط والسليم اللي أعضاء اتحاد الكرة نفسهم عارفينه، أنه المدير التنفيذي للاتحاد بيخاطب المدير التنفيذي لكل نادي، إنما المخاطبة تيجي من المدير التنفيذي لرئيس النادي اللي بعت، مش المهندس هنا بريدة اللي بعت، المدير التنفيذي للاتحاد. فلما يكون الخطاب رايح لرئيس النادي اعرفوا انه ده عشان يروح لرئيس نادي الزمالك. ممكن اتكلم في جزء هو دي سبب الحته دي في جزء بروتوكول يا استاذ ابراهيم. ما يصحش ان يجي جواب لرئيس نادي من مدير تنفيذي. مدير تنفيذي يتكلم مدير تنفيذي، وكلاهما يعرض على المجلس، وكلاهما يعرض على المجلس حتى لو لانه هو بيقول لك ايه، يحضر رئيس النادي ومن ينوب عنه. انما انك انت تصور الامر انك انت بعت دعوه شخصيه، طب دعوه شخصيه خلي رئيس الاتحاد بتاعك يقدمها حتى من الناحيه البروتوكوليه، كان ينبغي على الحاضرين يسيروا هذه النقطه. طيب راحت الدعوه للكابتن محمود الخطيب واتقال فيها زي ما عرضناها المره اللي فاتت انه
بص بقى فيها ايه. فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد، أول مرة أشوف قرار ودي. لما تيجي تقول لي قرر مجلس إدارة الاتحاد عقد جلسة، تبقى لما ترجع تقول لي اجتماع ودي أقول لك لا دي كذب كده على طول. أنت بتكذب أو بتهرب من المشكلة اللي حصلت، لأنك لما تبعت تقول لي فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد، ده قرار. ده 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 إذن ده قرار رسمي، ده في مجلس أنت وصفت ده قرار. قرر مجلس إدارة الاتحاد يعني، عشان بقول لكم لما يطلعوا يقولوا ده اجتماع كان ودي، استاذ إبراهيم القرار يعرفوا إن هم ما بيقولوش الحقيقة. قرار المجلس بيجي في 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 بناء على جلسة بالظبط، فيقول الخطاب الرسمي اللي أنتوا شايفينه قدامكم، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد توجيه الدعوة لسيادتكم أو من ينوب عن سيادتكم من أعضاء مجلس الإدارة، يعني الصيغة رسمية قوي، لحضور الاجتماع المشترك، اجتماع مشترك ما تقالش جلسة ودية. قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع مشترك مع مجلس إدارة الاتحاد. في وضعية رسمية أكتر من كده؟ الساعة 2 يوم الأربعاء في مقر الاتحاد، كويس؟ جه الجواب يوم 3/2 لدعوة رسمية بناء على قرار. الجواب ده ناقصه حاجة واحدة بس، انه يغمز، اوعى تصدق. ونتمنى للاطفال نوما هادئا حتى للاجتماع الظهر. طيب في نفس اليوم، وده الاداء الاداري المنضبط لمؤسسة النادي الاهلي اللي لما بتلتزم بالاطر السليمة الناس بتزعل، ليه مش عايزين تمشوا بعمل مؤسسي صح؟ انت بعت لي يوم 3/2 بتدعو السيد رئيس النادي او من ينيبه من اعضاء مجلس الاداره، مش اي حد يجي، اوعى تبعت سيد عبد الحفيظ كده، يعني يا تبعت رئيس النادي يا تبعت عضو مجلس اداره. عشان ايه؟ قرر مجلس الاداره عقد اجتماع مشترك، هيرجعوا بعد كده ويقولوا لا ده ودي، بس راح بعت لهم النادي الاهلي في نفس اليوم، في نفس اليوم يوم 3/2 المدير التنفيذي للنادي، وده الوضع الطبيعي، العميد محمد مرجان بعت للسيد الدكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري، قال له ايه؟ بالاشاره الى دعواتكم لرؤساء انديه الدوري او من ينوب عنهم للاجتماع يوم الاربعاء لمناقشه ما يخص بطوله الدوري العام، برجاء التفضل بارسال جدول الاعمال. انا مش جاي احكي ونتكلم كلام مفتوح، قول لي هذا الاجتماع اللي حصل بناء على ده قرار مجلس الاداره كلها ماشيه في الصيغ الرسميه. أنا طالب منك يا سيادة العميد ثروت سويلم تبعت تقول لي إيه جدول أعمال هذا الاجتماع. عداك العيب. مش قلنا كده في الحلقة اللي فاتت؟ ابعت أي دعوة رسمية لازم يبقى لها جدول أعمال. جاي أعمل إيه؟ وهيعقبه محضر اجتماع. ليه أقول لكم؟ عشان الناس بتعتقد، وده الفرق صدقوني بين العمل المؤسسي وبين أي حاجة تانية. هو اللي رايح من النادي الأهلي حتى لو هو كابتن محمود الخطيب، هيعبر عن وجهة نظره ولا وجهة نظر مجلس الإدارة؟ عن وجهة نظر مجلس الإدارة. كتير لما كابتن صالح والكابتن حسن كان يحضروا اجتماعات زي كده ويجي الأمر يتطلب قرار يقول لك هرجع للمجلس، مش كده؟ ده لب المواقف اللي اتخذها الكابتن صالح عندما استقال، لأنه اتخذ قرار مجلس إدارة وبعدين حصل استدعاء أو مقابلة بين رئيس النادي آنذاك الفريق مرتجي، واتفقوا على إذاعة مباراة التسعة، إذاعة المباراة اللي كان مجلس الإدارة خد قرار بعدم إذاعتها. فالكابتن صالح قال إذا كان هذا قرار مجلس إدارة كان ينبغي أن يؤخذ الموافقة بقرار مجلس الإدارة. ساعتها طبعا بمنتهى حسن النوايا الفريق مرتجي اتصرف على اعتبار إن خلاص المشكلة اتحلت وهو تفهمها، فحصل كده. دارت الأيام، كلمة دي هنرجع لها، بلاش دارت الأيام بتدور كتير، وجه الكابتن صالح رئيس للنادي وتكرر الموقف، فذهب الكابتن صالح سليم إلى رئيس الوزراء وقتها فؤاد محي الدين رحمة الله، رئيس الوزراء فؤاد محي الدين رحمة الله على الجميع، وكان في مشكلة معينة، قال له ارجع للمجلس، فوعد بحلها وقال له خلاص يبقى قرار مجلس الإدارة كده العبوا، وما ما 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 قال له طب هبلغ حضرتك بقرار المجلس، قال له يعني انت عايز تفهمني ان احنا لما نتفق على حاجه تقول لي بلغ المجلس؟ قال له طبعا مجلس الاداره خد قرار لازم هو اللي يعدله. طبعا واخد بالك؟ طبعا الحاجات البسيطه اللي الناس تراها بسيطه هي جوهر العمل
على فكره الموقف الاولاني اللي المهندس عدلي قاله للكابتن صالح وقت مجلس كان عضو مجلس اداره مع كان عضو مجلس اداره وقتها كانت هي النقطه الفارقه في مسيره صالح سليم الاداريه. طبعا هو استقال استقال وترشح للرئاسه في الدوره اللي بعديها على طول. طيب. انما هنا اللي بيحصل ايه بقى؟ المواقف دي بتتحفر في وجدان صحيح المسؤولين في النادي الاهلي فبتبقى دستور ما بيخرجوش عنه. ده الدستور صحيح. اه ليه بقى الاهلي بيبعت جواب مش بيتمنظر على اتحاد الكوره؟ المساله مش محتاجه حاجه، لكنه العميد محمد مرجان كمدير تنفيذي عارف انه من سيمثل مجلس اداره النادي لازم يبقى رايح بناء على رؤيه المجلس. انت هتبعت تقول لي جدول الاعمال 1 2 3 هيعرض او رئيس النادي هيناقش فيه اعضاء مجلس الاداره، واللي هيروح يمثل النادي الاهلي حامل وجهه نظر النادي الاهلي. مش وجهه نظره، مش وجهه شخصيه، ومش مسموح له في الاخر يعمل اتفاقات. طبعا هو هيرجع للمجلس بالظبط. فهو ده العمل الاداري المنضبط السليم، ده العمل المؤسسي. رد اتحاد الكوره يعني الاهلي ما بيغلسش بعت قال لهم بعت لنا عشان نبعت رئيس النادي او من ينوب جدول اعمالكم ايه؟ افيدونا. وقال له حتى يتم عرض الامر كاملا على مجلس اداره النادي. بصوا يعني انا قلت لكم اللي فات قبل ما اقرا العميد محمد مرجان كان بعت ليه؟ بوضوح الى ما سيتم تناولها في هذه الجلسه بخصوص النادي الاهلي ومبارياته في بطوله الدوري حتى يتم عرض الامر كاملا على مجلس اداره النادي لاتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحه الاهلي قبل مناقشه كافه الامور. كان يقدر يقول ايه؟ انت بعت كابتن الخطيب حتى يتسنى الامر عرض الامر على كابتن الخطيب، لكن أيوه. قال له ايه؟ على المجلس. ومؤكد ده توجيه الكابتن الخطيب. طبعا طبعا هو ده دي مفردات العمل المؤسسي. مشكورا السيد ثروت سويلم رد على العميد محمد مرجان. كل الخطابات ديت الصيغه الرسميه ما بنهزرش، وبناء على قرار مجلس اداره الاتحاد وفقا لكلام المدير التنفيذي للاتحاد. رد العميد ثروت سويلم قال للعميد محمد مرجان تاريخ ايه؟ ده رد تاني يوم يوم أربعة. اديكوا شايفين الجواب قدامكم يوم أربعة علشان نشوف حكايه فهم نظمي رسمي. رد يوم أربعة في اليوم الثاني 4/2 قال لك الموضوع اجتماع رؤساء الانديه مع مجلس اداره الاتحاد يسعدني ان اهدي سيادتكم اطيب تحياتي الشخصيه وتحيات رئيس واعضاء مجلس الاداره متمنين لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق بالاشاره الى خطاب سيادتكم رقم 248 بتاريخ كذا خطابات صادر وارد وبعد كده يقول لك ودي بشان طلب موافاتكم بجدول اعمال اجتماع الساده رؤساء انديه القسم الاول مع مجلس اداره الاتحاد نود الاحاطه ان الساده رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم حريصون المفروض كل الحرص على ان تكون العلاقه بين الاتحاد والانديه علاقه طيبه يسودها الود والاحترام وحرص الاتحاد ايضا على ان تكون جميع الانديه على مسافه واحده مع الاتحاد المسؤول عن اداره الكره المصريه ولما كانت هناك احداث ومشاكل وتداعيات خارجه عن اراده الاتحاد الذي يهمه في المقام الأول مصلحة الكرة المصرية فقد دعا المجلس السادة المجلس اللي دعا مش عشان نتسهر ولا علشان نقعد نحكي بناء على قرار مجلس إدارة دعا المجلس فقد دعا مجلس الإدارة السادة رؤساء أندية الدوري الممتاز أو من ينوب عنهم مش أي نائب عضو مجلس إدارة لمناقشة بقى نقطتين فوق بعض اللي جاي ده هو جدول الأعمال الملاعب التي سيتم إعلانها لتطويرها استعدادا لتنظيم كأس الأمم الأفريقية مما يترتب عليه تعديلات في المسابقات هنحدد الملاعب اللي هتتقفل والملاعب اللي عايزة شغل كويس ايه تاني مناقشة إدخال نظام الفار على التحكيم ادي النقطتين اللي تضمنهم مازن جدول الأعمال قدامكم جدول الأعمال بناء على مكاتبة رسمية جاية من المدير التنفيذي للاتحاد قال ان ده بناء على قرار مجلس اداره الاتحاد. كلام اعتقد واضح وضوح الشمس. النادي الاهلي يسكت؟ لا. جاله الجواب يوم 4/2 يوم 5/2 علشان يعمل تاكيد للموقف. بعت المدير التنفيذي للنادي لاتحاد الكوره وهو جنبه هو الحيط في الحيط. فمسهله حته الجوابات شويه. راح الخطاب الثالث من النادي
اتحاد الكورة يوم 5/2 في الخطاب رقم كذا الوارد بتاريخ 5/2، قال له من العميد محمد مرجان للسيد الدكتور ثروت سويلم بالإشارة إلى خطابكم رقم 547 الوارد بكذا، فإن النادي يود التأكيد قبل اجتماع الغد على الآتي: النادي الأهلي يدعم استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية بكل إمكاناته، ويتمنى أن تخرج البطولة بالشكل الذي يليق ببلادنا ومكانتها التاريخية، ولا يمانع في غلق الملاعب التي تحددها اللجنة المنظمة لكأس الأمم لتطويرها. أول تعاون ريحك اتنين. من أول جدول أعمالك. اتنين، اتحاد الكرة متمثلا في لجنة المسابقات هو المسؤول عن توفير الملاعب البديلة في نفس المحافظة، ليختار النادي الأهلي وكل الأندية من بينها شريطة أن تكون هذه الملاعب مسموح فيها بالحضور الجماهيري، حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. تاني تعاون، وحال اختياركم لملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري، يكون اتحادكم الموقر مسؤولا عن الحصول على الموافقات المطلوبة، من بينها الموافقة الأمنية على حضور الجماهير، وأن يتم اختارنا بحصولكم على هذه الموافقات عند الإعلان من جانبكم عن الملاعب البديلة، لسيما أن النادي الأهلي يتمسك بحقه الكامل في حضور جماهيره لكل مبارياته وفقا للشروط. النادي الأهلي رقم 3 قبل 3 اتفضل. نمرة 2 دي ما تقراها بإمعان، دي وجهة نظر النادي بقى، لأن كان هناك من يقول أن الأهلي هيتنقل على ملاعب، بس المشكلة أن مش هيبقى فيها حضور جماهيري. فقالوا أنا ما عنديش مشكلة، اختار لي الملاعب ودي مسؤوليتك، بس جيب لي الموافقات أن جماهيري تحضر. وهذا احترام حقيقي مش زائف ومش شعارات من النادي الأهلي لجماهيره، واعترافه أنه يحتاج إليهم. كمل. قال له هتتنقل الملاعب أو المباريات لملاعب تانية، خلاص لجنة المسابقات المسؤولة والاتحاد الموقر هو اللي يجيب الموافقات ومن ضمنها المواجهات الأمنية علشان حفظ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية المتنافسة. ثلاثة، قال له النادي الأهلي في خطابه إن النادي بيتمسك بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانبكم حتى يوم 30 مارس، والذي تم اختار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي، ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب، علما بأن هذه الفترة لا يتخللها أي مباريات للأهلي في بطولة الكأس، حسب ما جاء في مكاتباتكم الواردة إلينا من لجنة المسابقات، ونحن نحترمها ونتمسك بها. أربعة، النادي الأهلي هو أول من طلب بتطوير منظومة التحكيم وتطبيق تقنية الفار. في ثلاثة برضو، معلش خلينا كلمة مهمة جدا جدا جدا، انت بعت لي بيوم 8 يناير جدول واحنا احترمناه ولم يعترض عليه احد. ايوه، لذلك الاعتراض اللي جاي بعد كده اسبابه ايه؟ مش بتاعتي. ما فيش مفاجأة. ايوه، يعني في جدول بعديه ب 15 يوم حصل اعتراضات او اكتر. دي نقطة أراد الأهلي أن يوضحها تماما، يعني إن الجداول دي اتبعتت للأهلي ولكل الأندية يوم 8 يناير، احنا بنتكلم في 5 فبراير، يعني حوالي شهر محدش اعترض، الامور ماشيه. مش عشان واحد دلوقتي صحي من النوم يعترض على الاهلي او عايز يكعبل الاهلي ازاي فيتضامن ويتفاوض ويتكتل، لا، الاهلي مش هيسكت عن حقه المحترم والطبيعي والمشروع انه بيتكلم. انت بعت لي جوابات، بعت لي جداول، على عينه راسه انا محترمها، بس بارجوك تحترمها انت بقى، احترم جدولك اللي انا بحترمها، اللي كل الانديه وافقت عليه والكل وافق عليها في 8 يناير، واشتغل على اساسها بما فيها المباريات المضغوطه غير الادميه في مواعيدها اللي انتم متابعينها للاهلي دلوقتي. لكن ماشي، انا هحترم ده وارجوك تحترم ده. ده كان ملخص الفقره ديت. رابعا، قال له بمناسبه بقى الفار وتقنيه الفار وحكام الفيديو، الاهلي قال له النادي الاهلي كان اول من طلب في مكاتبات رسميه للاتحاد بالعمل بتقنية الفار، وهو ثابت في خطاباتنا المرسلة إليكم والتي بدأت في 3 سبتمبر. بيقول له أنا من 3/9 اللي فات وأنا بتكلم على ضرورة تطبيق هذه التقنية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الأندية المتبارية في المسابقة، ونحن ندعم ذلك لمواكبة الكرة العالمية. خامسا، الأهلي بيقول لاتحاد الكرة خد بالك، الالتزام بجدول الأعمال المعلن من جانبكم، عشان انا اللي انا بعته
حامل وجهه نظر مجلس الاداره في هذه النقاط اللي سيادتك حددتها. ما تحطش حاجه جديده ما تناقشتش في مجلس الاداره عندنا. بالظبط. فاللي جاي جاي بوجهه النظر الرسميه، انا بشتغل بعمل مؤسسي منضبط، انت عايز تشتغل بطريقتك اشتغل بطريقتك، بس مش هتلزمني بحاجه بره جدول الاعمال اللي سيادتك بعتهولي، مش اللي انا حددته. واللي انا رددت عشان انا احترم واللي ده. انا رددت لك عليه بشكل موثق ورسمي في هذا الخطاب. بالظبط. بالنسبه لكذا كذا، بالنسبه لكذا قالي كذا. قال له الالتزام بجدول الاعمال المعلن من جانبكم في اجتماع الغد، وان تكون المناقشات خاصه بالملاعب التي تقام عليها بطوله الدوري وتطوير منظومه التحكيم بتقنيه الفار. فقط لا غير. نادي رد بس ممكن في 5-2 قبل يوم 6-2 قبل 6-2 اتفضل. طب هو الاهلي بيعمل كده ليه؟ غلاسه؟ رزاله؟ وضع عراقيل؟ بالعكس، الخطاب مليان بالايجابيات اللي الاتحاد منتظرها. انا موافق على كذا، موافق على كذا، وغير الملاعب واعمل اللي انت عايزه، بس اديني حقي في كذا، 1-2-3 حقي اللي انت اقر، يعني اللي انا انت عملته وانا وافقت عليه. ونم اخر كلمه، ما تخرجنيش بره جدول الاعمال في هذه الجلسه. يا جماعة اللي شايف ان وضع النقاط على الحروف والنظام والعمل المؤسسي المحترف رزالة، هذا شأنه، ولكن هذا هو العمل الذي ينبغي ان يكون عليه الجميع. طيب، النادي الاهلي التزم بهذا الشكل، راح المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي لتمثيل مجلس إدارة النادي في هذا الاجتماع يوم 6-2. أيوه، أنت ماشي يوم بيوم كده. ماشي يوم بيوم كويس. بالظبط. 5-2 نهاية الخطابات، 6-2 ميعاد الاجتماع. كل السادة رؤساء الأندية أو من ما تلقاش رد بقى على خطاب 5-2. خلاص، هو إذن وافقوا على الكلام. أنا السؤال ده مهم قوي. أنا ما بعت لكم 3 رديت يوم 4، بعت لك 5 ما ردتش، يبقى انت موافق على الكلام. خلاص، بس بالشكل الواضح رئيس نادي الزمالك صادر ضد عقوبة بالإيقاف عن أي ممارسة نشاط رياضي بأي مستوى من المستويات لمدة سنة، قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي الاتحاد المصري لكرة القدم عضو مباشر فيه. يعني قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي ينفذه الاتحاد المصري لكرة القدم، مش اتحاد كرة السلة. أنا مش عارف هم رموها على مين. هو قرارات الكاف ينظمها ينفذها الاتحاد المصري لكرة القدم ولا اتحاد الهاندبول. أول طرف معني بتنفيذ قرارات الكاف الاتحاد المصري العضو عنده، مش أي حد تاني. وقرار اللجنة الأولمبية المصرية في نفس الاتهام ونفس السياق، ودي مش قضيتنا. لو قضيتنا انا هناقشها باستفاضه، بس ده مش موضوعنا. المعني والمقصود ان هناك عقوبه صادره. ده اجتماع قانوني ولا مش قانوني؟ ده اجتماع رسمي بناء على قرار من مجلس اداره الاتحاد، حرفيا حسب نص المدير التنفيذي للاتحاد بمكاتبات رسميه، ولا احنا بنهزر؟ لما يكون اجتماع رسمي لتقرير مصير مسابقه مهمه جدا مدفوع فيها المليارات وليها حقوق رعايه بالملايين، لما يكون هذا الاجتماع على هذه الدرجه من الاهميه، نلتزم بالقرارات ولا نهزر؟ قولوا لي يعني ايه المطلوب؟ النادي يحرص كل هذا الحرص على هذه المكاتبات المنضبطه والسليمه. واللي انا ممكن اضيفه انه الجلسه بدات او الاجتماع بدا بهذا الشكل. المهندس خالد مرتجي موجود، السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اللي موجودين عارفين التحفظ المسبق من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي على ما يمكن أن يمس قانونية الاجتماع تحديدا، وهم عندهم دراية. والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد واحد من أبرز أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا ومن ثم الكاف، يعني عنده دراية بالعقوبة الصادرة. كابتن حازم إمام عضو في اللجنة الأولمبية المصرية، الجهة اللي أصدرت هذه القراءة أو هذا القرار وهذه العقوبة. يعني المسألة مش الجمهور بس اللي عارفها،
ده الساده المسؤولين في الاتحاد عارفينها وعندهم مسؤوليات. يعني انا بصفه عضو لجنه اولمبيه ازاي اسمح بهذه الخروقات؟ انا مسؤول عن يعني تواجدي الدولي والاقليمي، انا مسؤول عن تنفيذ هذه القرارات. ما هيش مش طرف، هذا ليس طرفا وليس تطوعا، ده انت لديك مسؤوليه مباشره في تطبيق القرارات اللي اتخذت من مؤسسات انت عضو فيها. صحيح. حافظ الاهلي على النسق الرسمي الجاد والمنضبط والمؤسسي لهذا الاجتماع، والاتحاد خطبه على هذه الدرجه من المسؤوليه الرسميه. سيبنا من بعد كده ان الناس تكذب ويحاولوا يهربوا من اللي حصل فيقول لك ده اجتماع ودي، اجتماع ودي واحنا جايين نحكي مع بعض. لا، ودي. ودي، هو اجتماع ودي. بلدين توترت العلاقة، اتقطعت العلاقات. هل مسموح ان لأي حد في مركز رسمي وبدون توجيه من القيادات المسؤولة عنده انه اللي هي حطت هذا الحظر مش احنا قاطعين العلاقات، فسيادتك انت كوزير او وزير خارجية في بلد من البلدين تقدر تلتقي الاخر دون تكليف من صاحب او مصدر القرار بالمقاطعه، وتروح تقول اصل انا كنت ده كان عازمني على العشاء، تتشال فيها فورا. طبعا تتشال فيها فورا. صحيح، مفيش هزار. صحيح. مش ودي هنا، ودي رسمي ما هياش القضيه. طيب، اول ما دخل رئيس نادي الزمالك بكل الاحترام المهندس خالد مرتجي، قال للمهندس هاني ابو ريده: يا باشمهندس، وجهه نظر النادي الاهلي اتجاه بنود جدول الاعمال واضحه وانتوا عارفينها، وانا مش مكمل. وقام بمنتهى الحسم والوضوح والاحترام. قام وهو يعلم ان هذا هو موقف النادي. بالظبط. ايا كان يعني يعبر عن وجهه نظر النادي. لانه اللي حصل قبل كده مش قليل، والعقوبات اللي صدرت الاهلي كان طرف فيما مسه من اساءات كتيره جدا. فازاي عايز نحضر اجتماع بهذا الوضع غير القانوني؟ انا بحترم هذه الهيئات المحترمه التي اصدرت مثل هذه العقوبات حتى لو كانت عليا. النادي الاهلي سبق ان عوقب من الاتحاد الافريقي بالايقاف لفترات، احترم ده. اتفضل. افرض ان مفيش عقوبات وقرارات، وانا داخل احضر اجتماع بحضور شخص تجاوز في حقي، تجاوز في حقي وفي حق المجلس وفي حق النادي الاهلي مرارا وتكرارا، من حق جدا اقول ان انا مش هقعد القعده دي، لانك انت موجه الدعوه ما حافظتش عليا. كان بصرف النظر بقى هو موقوف ولا مش موقوف، ممنوع ولا مش ممنوع، لان انا بعت لك شكوى لجنه القيم ضد هذا الرجل. وانت سالته ليا عدم كنادي انك تدعوه، يبقى انت خدت قرار في شكوتي. بالظبط. يبقى انت قلت وجهه نظرك في شكوتي بالله وشرب ميتها. يبقى انت ما جبتليش حقي، لانك قعدتني مع واحد لم يعتذر بعد، اجبرتني ان انا اقعد مع واحد، سيبك بقى انه ناهيك على انه موقوف من جهات دوليه، واخد بالك؟ لكن انت اصلا ما جبتليش حقي. فانت اما قعدنا قدام بعض نشتم بعض، ولا انا ما بشتمش، انا ما بعرفش اشتم، وما عنديش استعداد اسمع كلمه فيها تجاوز. احسن حاجه ان انا ما اقعدش، وهذا قرار كان ينبغي ان يلقى الدعم الكامل وتتلغي الجلسه في ساعتها ويحصل استنكار لهذا الموقف. بدل ما يحصل استنكار وبدل ما يحصل مكابره، تحصل مكابره، بل تصدقوا يطلع من يدين الاهلي على قرار الخروج من الجلسه. ماليش دعوه برضه من الساده الاعضاء اللي موجودين مين مسوا ايه كلام قبل كده وقابله، كل واحد حر في نفسه. مجلس اداره الاتحاد، كتير من رؤساء الانديه الافاضل مساهم الكثير من السوء من قبل، هم احرار، كل واحد حر في تقرير مصيره. لكن لما النادي الاهلي ياخد موقف ضد تصرف، ضد لحظه غير قانونيه، ضد لحظه صادر بشانها قرارات، ضد شخص انا بعت لك شكوى للجنه القيم، انت سيادتك لسه ما عرضتهاش على اللجنه المختصه. بعد كده اخد القرار الصح، اسمع اللي بيتكلم، نسمع واحد
من رؤساء الأندية السيد محمد الطويلة. يعني الـ كنت أتمنى أن ما يصيرش مثل هذا الخلاف أبدا، وانسحاب الأستاذ خالد المرتجي غير مبرر بالنسبة لنا تماما، لأن أنت تعلم تماما أنك أنت جاي اجتماع في 11 نادي في 18 نادي، ومن المؤكد أن الزمالك هيكون موجود، فأنت طالما وافقت أنك أنت تحضر الاجتماع ومجرد دخول المستشار مرتضى منصور أنك أنت تنسحب، ده مشكلة بينك وبين نادي الزمالك كان المفروض انها تحل خارج اجتماعنا. اما انك انت تنسحب بدون حتى ما تعتذر في لل 17 نادي الاخرين، انا شايف ان ده التصرف لا يليق ابدا باسم النادي الاهلي، وكنت اتمنى الا يحدث، واتمنى ان هو فعلا ان الخلافات دايما، لان هو اللي تعلمناه في الاجتماعات، في اي اجتماع في الدنيا بيحصل خلاف بين اثنين او ثلاثة في الناس المجتمعين، أضعف الإيمان أنك تتجاهل التحديث معاه، لكن احترامك لبقية الأعضاء ما ينفعش قبلك تنسحب من الاجتماع أنت مدعو فيه بصفتك بتمثل نادي، ولك و 17 نادي احترام منك، فأنا ما كانش ينفع أبدا أن هو الحقيقة، ودي أنا بوجه له يعني عتاب. أستاذ محمد الطويلة المحترم، انت سيادتك اتكلمت باسم 17 نادي انه هذا تصرف غير مبرر. يعني ايه غير مبرر؟ يعني ملوش مبرر. طب قرار عقابي صادر من اللجنة الأولمبية المصرية المظلة الشرعية الأكبر للرياضة المصرية، رأيك ده مش مبرر؟ بلاش تتوه العلاقة. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي الاتحاد المصري بيكتسب مشروعيته القارية منه يصدر عقاب، ده مش مبرر؟ ده مش مبرر؟ النادي الاهلي يتعرض لما تعرض اليه فيتقدم لنفس الاتحاد اللي سيادتك واقف على ارضه بمذكره او بشكوى للجنه القيم، ده مش مبرر؟ انتوا المفروض اللي فعلوا النادي الاهلي كان يفعله كل الناس في حته انه في قانونيه جلسه. لو سيادتك مسك ما مس النادي الاهلي هتقبل تقعد؟ هتقبل تتعامل؟ هتقبل هذه الخروقات للقوانين واللوائح؟ واضح انه هيقبل والقرارات. يا استاذ ابراهيم هو يقول لك يعني هتقبل؟ ده امر يخصك، انا قلت لكم في البدايه كل واحد حر في تقرير ما يتحمله وما يرفضه وما لا يقبله، كل واحد حر، والكل كل الناس كل هو لا يا بس ما تحاسبنيش استاذ ابراهيم، معلش على احترامي لنفسي. استاذ ابراهيم عند اعتذار الكابتن المهندس خالد مرتجي قبل ما يخرج من الاوضه كان سامع الشتيمه بنفسه، ما تشتمش النادي الاهلي قدام الاستاذ محمد الطويله؟ رديت ولا طلعت تستنكر اول مره اشوفها؟ حاجه 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 الضحيه والجانية، حاجه غريبه جدا يعني. الراجل بمنتهى الرومانسيه واللطف، اصل ما كانش صح يخرج، يعتبر انا ليه هو حقه يشتم؟ لا يعني واحد بيتشتم، بصوا الناس عامله ازاي. ده مش من حقه يخرج، بس ده من حقه يشتم، ومن حقكم كلكم تسمعوا كل التجاوزات ومحدش ينطق. انا مش فاهم ليه، انا مش فاهم ان الساده رئيس واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم وانتم موجودين، بلاش يا سيدي انه ما قيل مس النادي الاهلي، مس اي نادي عضو في هذه انت سالت سؤال جميل جدا على فكره. انا تحدثت مع الاستاذ محمد الطويله وحاول يقول لي، يعني يقول لي انا ما بصيتلاش من الزاويه دي، انا بصيت ان احنا كنا جايين عشان نقعد نتكلم مع بعض، انسحب هي تصوير. قلت له انت مركز قوي على انكم جاي، اولا اذا كان بيقولوا لك جلسه وديه، يعني من حق اي واحد يجي متاخر ويمشي بدري. من حق نمرة اتنين، إذا كان اتنين متخانقين يا أخي اعتبرها واحد أثر الشر ومشي عشان ما يستدركش لموقف سخيف. هو ببساطة شديدة، إنما هو مجرد حضور النادي الأهلي الذي كان ممكن أن يكتفي بتحديد موقفه في الخطابات السابقة أرسلها، ها؟ هذا
هذا هو احترام من النادي الاهلي ان في رؤساء انديه جايين، لكن هو بيقول لك ايه وكان يعلم ان رئيس نادي الزمالك، لا ما كانش يعلم ولا ينبغي، كان يعلم ان الزمالك مدعو وضروري الزمالك يحضر، انما لكنه يحضر بالتمثيل القانوني. يا اخوانا مين اللي هيحافظ على الضوابط؟ هو ايه، هو انتوا ليه شايفين كل شيء سهل؟ ليه شايفين كل خروج عن النظام سهل او مبرر؟ ليه؟ عشان كده ازاء كل هذه الخروقات الفجه وإزاء كل هذه التجاوزات المسيئة وإزاء كل هذا الصمت الرهيب المريب العجيب الغريب من مائدة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كان من الطبيعي جدا حفاظا على حقوق النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وصورة النادي الأهلي ورموز وقيادات النادي الأهلي وجماهيره ومشاعرها أن يدعو الكابتن محمود الخطيب مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ الرابعة مساء السبت إن شاء الله عشان الأهلي يقول كلمته بعيدا عن كل هذا العبث، وهيقولها برضه بهدوء وبدون انفعال وبدون انفعال، لكن بدور على حقي وفقا للضوابط القانونية. محدش هيستدرج الأهلي إلى أي حوار متدني خارج على قيمة الروح الرياضية وعلاقات الأطراف كلها مع بعضها، ولا هيسكت لا على خروقات ولا تجاوزات. استاذ ابراهيم، اذا كنت انت تقبل او انا اقبل ان استمع الى اهاناتي، من حقك انك ما تقبلش. بالظبط، ومش حر. ومش من حقي الزمك ان انا اقول لك ازاي وسع الساعه بتاعتك شويه، ازاي تمشي. انت حر في نفسك، والنبي استحمل، ما احنا كلنا بنستحمل. لا لا، دي برضو يعني مش مفهومه، وهتلاقي لها كواليس، وهتلاقوا لها كمان كوابيس. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتحدث عن قرار مهم جدا وتاريخي لمجلس إدارة النادي. أهلا بحضراتكم من جديد. مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير برئاسة الكابتن محمود الخطيب أنصف رمزا تاريخيا من رموز الأهلي الناصعة، أطلق اسم الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق وأحد رموزه الكبار تاريخيا على قاعة اجتماعات مجلس إدارة النادي في مقر مدينة نصر. تعرفين مقر الجزيرة، قاعة مجلس الإدارة يطلق عليها اسم الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله. إنصافا وتقديرا وامتنانا واحتفاء واحتفالا وامتنانا بدور الكابتن حسن حمدي في خدمة النادي الأهلي عبر عقود طويلة، خلت مجلس الإدارة يحفظ له جزءا من هذا الحق ويطلق اسمه على قاعة المجلس يا باشمهندس. كيف أنظر أنا إلى مثل هذا القرار؟ أنظر، هذا قرار تاريخي وسابقة تاريخية، لم يسبق أن كرم أحد بإطلاق اسمه على منشأة في حياته. ايوه، برافو عليك. وان يحضر لحظه، يحضر لحظه التكريم ويستمتع بها. أيوة، ويشعر بها. صحيح، ولكن مع الكابتن حسن حمدي حسنا فعل هذا المجلس بان يسن هذه السنه. كم من شخص يبذل من الجهد الكثير دون ان يجد الانصاف الا بعد ما يتوفاه الله، فيلاقي كلمتين حلوين يتقالوا في حقه ما يستمتعش بيهم. كابتن حسن عانى ما عانى. صحيح، وانا بقول لك تشعر وكأن نجاحه في النادي الاهلي كان ينبغي ان يدفع عنه ضريبه طبعا. اليس تفجير القضايا في توقيت معين قبل الانتخابات بيومين او ثلاثه ثم يبرأ منها جميعا؟ ايوه. اذا كرم كابتن حسن مرتين عندما برئ في انصفه القضاء من كل من ما كل وهذا هو القضاء الذي لا يمكن الحديث فيما يخصه. وانما ان ياتي التكريم الادبي بقى من المكان الذي افنى عمره فيه وهو لاعب، كابتن فريق، اداري فريق، مدير كوره، عضو مجلس إدارة،
أمين صندوق، نائب رئيس، ثم رئيس يحصد أعظم نتائج، الأهلي يحصد أعظم النتائج في عصره. كان يعني من المهم جدا أن يلقى هذا التكريم وأن يستمتع به وأن يشعر به. ألف مبروك كابتن حسن على هذا التكريم المستحق الذي وضع سنة، نرجو أن تستمر. الحقيقة يمكن الكلام عن الكابتن حسن يحتاج فترات طويلة جدا، وأنا أعتقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل عامين تقريبا لما كرم الكابتن حسن حمدي كأنجح رئيس لناد في أفريقيا كان يدرك حجم ما حققه هذا الرجل من إنجازات في اجتماعات أديس أبابا، الاجتماعات الأخيرة لمجلس عيسى حياته قبل رحيله. كان حريص على تكريم الكابتن حسن حمدي بصفة شخصية، شخصيا كأفضل رئيس لناد في أفريقيا. كلام كتير على دور الكابتن حسن حمدي وعطائه للنادي الأهلي، بس ببساطة وباختصار أعتقد حسن حمدي وكابتن حسن حمدي كمدير للكرة يذكر له تاريخ كرة القدم في مصر، هو أول من عمل على تطوير لوائح كرة القدم وتفعيل دور مدير الكرة. أول واحد عمل لوائح، كل ما تشوفه لائحة منضبطة تدير شأن كرة القدم في النادي ومن ثم تستلهمها بقية الأندية، اعرفوا أنه مصدرها كان هذا الرجل. أنا شاهد عيال. صحيح، ما أنا بقول لك الكابتن حسن يحتاج لحلقات، وإن شاء الله نحاول أن نوفيه جزء من حقه وهو كبير وعظيم. لما دخل مجلس الإدارة لأول مرة، أنا عندي كتاب صغير كده اسمه الفانيلا الحمراء، كان اديهولي الكابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمة الله، كان راصد للناشئين اللي في النادي الفرق الصغيرة، محمد حمدي إسماعيل وهو الكابتن حسن حمدي. لما سئل وهو ناشئ عن مثلك الأعلى وهو ناشئ عنده 14 سنة تقريبا، قال لهم صالح سليم. فبصوا واخد الكابتن صالح مثل أعلى، هتلاقوا الاقتران الشرطي الدائم في مسيرتهم. كابتن صالح مشرف على الكرة في النادي، كابتن حسن كابتن النادي ثم مدير للكرة معاه. يدخل الكابتن صالح رئيس النادي في الدورة الثانية دورة 84، يقع اختياره على الكابتن حسن حمدي عضو مجلس إدارة بالتعيين، ويفضل ماشي معاه طوال هذا الدرب الطويل إلى أن يتسلم الكابتن حسن رئاسة النادي بعد وفاة الكابتن صالح في 2002، ويستمر حتى 2013-2014 رئيسا للنادي الأهلي. الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تخذل حسن حمدي مرة واحدة، واحد من القلائل اللي ما أن تقدم للجمعية العمومية في أي انتخابات على أي مقعد إلا ونال الثقة الكبيرة. فأنا أعتقد دوره كمان في تفعيل عوائد البث وتعظيم عوائد ومدخلات النادي الأهلي، كابتن حسن حمدي ومجلس إدارته وقتها في 2008 خاض الحرب بالضروس لتحرير سلعة كرة القدم عشان يقول إن مباريات الدوري حق لكل نادي. كل الأندية التي تنعم الآن بعوائد البث وحقوق الرعاية لازم أن تذكر هذا الرجل ومجلس إدارته بكل الخير والعرفان. الأهلي وقتها لو تفتكروا في 2008 تعرض للرجم الشديد وهو بيحاول يحرر سلعة المباريات، مباريات الأندية من قبضة الاتحاد، وجاب ورشة عمل لخبراء من الدوري الإنجليزي، وكان وقتها مع انطلاق قناة الأهلي ولم تذع وقتها مباراة للأهلي والأولمبي، احتراما أو بداية خوض هذه المعركة لتحرير هذه السلعة. كل الناس اللي هاجمت الكابتن حسن بعدها نعمت كثيرا في عوائد وحقوق البث، تتمتع بنتائج معاركه كلها بلا استثناء، تتمتع الآن بكل هذه الكعكة الخاصة بعوائد البث والرعاية. فما فعله الكابتن حسن حمدي لكرة القدم المصرية ولكرة القدم الأهلوية ولمنظومة النادي الأهلي عامة يستحق عليه كل التقدير. وانا لما بقول لك يا استاذ ابراهيم ان هو بيدفع ضريبة نجاحه في النادي الأهلي وانتمائه للنادي الأهلي، انك انت لما يصل الامر انك عشان بينك وبينه موقف شخصي وعايز تخلص منه، تبقى لما تجيلك الفرصة ك
كوزير تقوم تروح مغير اللوايا عشان تطيح بمجلس بأكمله؟ ها؟ وبعدين لما تجد انك ده مش كافي تقوم تحل هذا المجلس لمده 3 ساعات قبل ما يطلع الدستور يمنع حل مجالس الادارات؟ صحيح صحيح. هو اتعامل فيه كده ليه؟ لانه رئيس ناجح للنادي الاهلي من واحد كان في القارب معاه ولكنه ما كانش قادر يحتمل هذا النجاح. صحيح. وسلم الكابتن حسن حمدي الرايه والاهلي ترتيبه الكام؟ مش محليا ولا في بطوله الدوري وعلى جدول مسابقه الدوري ولا متخانقين في على نقطتين ولا اصل الاهلي بتتاجل له مباريات ولا افريقيا والنادي الاهلي نادي القرن والكابتن صالح بيتسلم الوسام التاريخي. لا، كمان حسن حمدي يسلم رايه الاهلي والاهلي الاول عالميا الاكثر تتويجا على مستوى العالم في البطولات القاريه. وكان بينه وبين ريال مدريد يمكن 3 مراكز بطولة. في الحفل الاخير الذي غيبت الظروف عنه الكابتن حسن حمدي، لكن انصفته كل الاقدار وانصفه القضاء العادل عشان يستحق من كل واحد اهلاوي كل كلمه شكر وعرفان وتقدير. كابتن حسن حمدي اسمه على قاعه مجلس اداره النادي في مدينه نصر تخليد لقيمه عطاء هذا الرجل وسنة طيبة من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تكريم المخلصين من أبناء النادي في حياتهم، وده النقطة المهمة اللي أشار إليها المهندس عدلي. طيب خلينا في ملك وكتابة. واحدة من ثوابت هذا البرنامج إن احنا لما بنتكلم على حد من الزملاء أو أي مسؤول رياضي بنديله كل الحق في توضيح ما يراه. الحلقة الماضية تكلمنا على الأستاذ أحمد عفيفي، وتكلمنا على الأستاذ أحمد عفيفي مش لأنه واحد من اللي كانوا بيقدموا برامج بتميز، ولكن في جزئية تخص كونه الآن المدير أو المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز. ماليش دعوة بتعاطفه ولا انتمائه الشديد لنادي الزمالك، وهذا أمر يخصه ونحترمه عليه، لكنه الآن يتحدث كمتحدث رسمي باسم نادي بيراميدز. من حقه تماما يدافع عن نادي بيراميدز ما شاء، ودي طبيعة عمله اللي لا نختلف عليه بل نقدره عليها، لكن هو الدفاع عن بيراميدز والتحدث عن بيراميدز يتبعه بالضرورة وشرطا الهجوم على النادي الأهلي أو اتهام النادي الأهلي؟ بيراميدز ده ما فيهوش حاجة تتكلم عليها إيجابيا غير أن يتحدف كام طوبة على النادي الأهلي، شوية بالاتهام انه بيتجامل من التحكيم، وكتير باتهامات انه لجنه المسابقات بتراعي الجدول، واتهام دائم بانه بتتوضع له مباريات مؤجله بترتيب معين. احنا قلنا المره اللي فاتت على تويتر او على كلام كان على الفيسبوك على الاكونت بتاع الاستاذ احمد عفيفي، هو الراجل طلع وقال لا ده فيك، ده مزور، ده مش بتاعي، حسابي كان اتسرق. احنا بنصدقه ولا نملك الا ان احنا نصدقه. هو طلب توضيح، ما ليس لدينا عليه مستند نملك كل الشجاعه والقدره على ان احنا نقول احنا مصدقينك يا استاذ احمد، هذا ليس قولك، لكن هل الكلام في بقيه النقاط احمد عفيفي جاوب عليها؟ هنا النقطه استاذ ابراهيم. اه هو تحدث بمنتهى التهذيب والرقي، وما شخصنش الموضوع واتكلم بشكل موضوعي لدرجة انه قال يمكن فريق الاعداد وهو بيبحث لقى التويتة دي ما تنبهش لان انا قلت دي مش بتاعتي، تبرأ منها، وان حضرتك وانا معاك مؤكد ما احنا نستهدف الهجوم الشخصي عليه وهو محق في هذا طبعا لا هو أو غيره الحقيقة، ولكن إذا هذا الرقي في السرد والموضوعية بنقول له إحنا كمان ها بنقول لك إحنا لما ناقشنا تويتة وموقف في قضايا معينة وبدأ لنا أن هناك ثمة تناقض، وإنت بره
البوزيشن بتاعك في التويتر التي اوضحت انها قد نسبت اليك، ها قلت كذا. طيب لما تيجي الاستاذ احمد عفيف يقول لا انا ما قلتش كده ومن زمان وانا بقول دي مش بتاعتي، نقول له انت صادق، ليس لدينا اي سبب احنا مصدقين ما نصدقش، واعتبر ان الكلام الذي بني على اساس ان دي التويته بتاعتك مش موجود. فماذا يتبقى؟ يتبقى السرد الموضوعي للقضايا التي تبناها والتي لم يرد عليها اكثر من ان دي مش التويته بتاعتي. يعني هو برأ نفسه من الموقف المتناقض، ها، ولكن لم يوضح ردوده على ما سقناه وخلافنا فيما قالوا، ها، في حق اللي مات في النادي الاهلي. انا يعني ارجو ان الموضوع مش هيغلق من الناحيه الموضوعيه، يعني من الناحيه الشخصيه لازم لا علينا حق ان احنا نقول له احنا مصدقينك وخلاص وكل التقدير، اذا انت مش متناقض ولا حاجه، ولكن انت قلت كلام احنا مش موافقين عليه، اذا كان لديك رد رد. ورد الزميل احمد اسامه، لانه كان احمد اسامه معني بتفنيد الاتهام، وانا هنا بتكلم على اتهام، لانه ما قاله احمد عفيفي بخصوص جدول مباريات الاهلي وترتيبها ومسابقات ودور لجنه المسابقات فيها هو امر يتخطى حدود الراي. يعني هو بيقول انا بقول راي وحد تاني بيقول راي، لا، انت متحدث رسمي، فعندما تتحدث باسم نادي توجه هذه الاتهامات بشان علاقه نادي بالاتحاد فالامر يتخطى كونه مجرد راي. استاذ ابراهيم، في حاجه فرق بين الراي والمعلومه. بالظبط. الراي انك انت تقول ايه، انت عملت ماتش كويس النهارده، لكن المعلومه القرار ده سلبي والقرار ده كويس، يعني تقييم المعلومه أي قرار المعلومه انك جبت كام جون ودخل فيك كام او المباراه اتلعبت يوم كام، دي معلومه الفاكتس مش راي. احنا ناقشناك في المعلومات مش في الراي. فكان الزميل احمد اسامه مهتما ايضا بمخاطبه الزميل احمد عفيفي فيما اورده من موضوع، وده اللي كنا نتمنى من احمد عفيفي. اوكي انا ما قلتش الكلام ده، خلاص مصدقين، وبنقول لك فعلا ممكن يكون حسابك حصل سطو عليه وانك انت بتتبرى من هذه المساله، فليكن مصدقينك ولا نملك الا تصديقك، لان احنا بنقدرك ونقدر الجميع، لكن وماذا عن الموضوع؟ وده الاهم، حل الاتهام، وده الاهم، لانه التقدير على المستوى الشخصي مؤكد موجود، لكن يبقى الكلام على المضمون في اللي قاله احمد اسامه. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قذائف اسامه. طبعا حلقات السابقه كانت ردا على تصريحات الاستاذ احمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز بشان الافراط على حد وصفه في تاجيل مباريات النادي الاهلي. وطبعا كان ليا الشرف ان الحلقه يتم عرضها في برنامج ملك وكتابه، وكان في تعقيبات طبعا من الاستاذ ابراهيم المنيسي والباشمهندس عادل القيعي، كان احدها تعقيب على بوست منتشر بشكل كبير جدا للاستاذ احمد عفيفي اللي طلع بعد الحلقه واعلن ان البوست ده مفبرك على حد وصفه وانه منسوب ليه وانه هو مجرد فوتوشوب، وبالتالي بيطالب بحقه في توضيح الامر او الاعتذار من قبل برنامج ملك وكتابه. وطبعا لاننا بنفترض دايما الصدق في الاشخاص، خاصه لما يكون الامر متعلق بشكل شخصي، فبالتالي بنفترض الصدق بكلام الاستاذ احمد عفيفي وان بالفعل البوست يكون مفبرك، وبالتالي مطالبه شرعيه جدا في توضيح هذا الامر. ولكن على الجانب الاخر تم استعراض كتير نقاط في الحلقه تجاهلها الاستاذ احمد عفيفي بحجه ان هو الامر بالنسبه له خطوتين، هو يقول رايه والطرف الاخر يقول رايه وبيترك الامر للمشاهد. ورغم ان الاستاذ احمد عفيفي مش ده مبداه، ولكن لازم نوضح فيه فرق كبير جدا بين فكره الراي وفكره الاتهام، لان اللي قلت الاستاذ احمد عفيفي مع الاستاذ عمرو اديب كان اتهام واضح لاتحاد الكره بمجامله النادي الاهلي، واستدليت بموقف في 2017 مع الزمالك وسموحه لعبوا مباراتين في افريقيا في 8 ايام بينهم مباراه في الدوري، واسقطت عمدا او سهوا
النادي الأهلي اللي لعب في نفس التوقيت على طريقتك، لعب 1 جولاي مع زناكو بطل زامبيا في زامبيا، و4 جولاي 2017 لعب مع المصري في الدوري العام، و8 جولاي لعب مع كوتون سبورت في بطولة أفريقيا، يعني بالضبط زيه زي سموها زي الزمالك. ولكن إسقاطك للنادي الأهلي كان رسالة واضحة وصريحة للمشاهد أو للرأي العام إن النادي الأهلي لما بيتحط في ظروف أندية أخرى بيتم مجاملته أو معاملته معاملة أفضل، وده لما رديت بالاستشهاد بمباراة النادي الأهلي مع حورية كوناكري في دور الثمانية اللي كانوا خلال أسبوع وما تلعبش بينهم مباراة في الدوري. وكمان ده اللي دفع الأستاذ عمرو أديب إنه يسألك سؤال بوضوح جدا عن محاباة اتحاد الكرة للنادي الأهلي، فنشوف ردك. في حين إن كل الفرق بتلعب حسب الجدول. عايز بس أسألك سؤال، لأن أنت كده بتلمح إن في محاباة، معقولة اتحاد الكرة المصري هيحابي النادي الأهلي؟ ده سؤال. بص أنا مش عايز أتهم حد. إيه الضحكة دي؟ لا أصل أنت بتسأل السؤال وأنت يعني الأسلوب اللي بتسأل فيه السؤال في داخله الإجابة، بس أيا كان. لا أصل أنت بتسأل السؤال وأنت يعني الأسلوب اللي بتسأل فيه السؤال في داخله الإجابة، بس أيا كان. طبعا واضح جدا من طريقة إجابتك وإن الإجابة بتكمن في أسلوب عمرو أديب إن الموضوع فيه فعلا محاباة للنادي الأهلي، ولكن أنت ممكن تحمل مسؤولية لعمرو أديب لأن هو اللي اختار أسلوب السؤال، لكن هو لما سألك سؤال تاني عن نادي بيراميدز كانت لك إجابة، تعال نسمعها برضو. طب ما هو بيراميدز ممكن يعتبر منسحب يوم ما ينزلش الماتشات. طب وهل الأهلي كمان هيعتبر منسحب لو فرضا تغيرت المواعيد وزي ما هو قال النهارده في بيانه انه مش هيروح في المواعيد الجديده؟ هل ساعتها هيعتبر الاهلي منسحب؟ هل هيعد هياخد قرار ساعتها باعتبار الاهلي منسحب؟ وانت متوقع يعني يا عزيزي احمد انه المواعيد تتغير؟ انا عزيزي عمر احنا مصريين وعارفين الامور بتدار باي شكل احيانا في الكره المصريه، لكن انا عزيزي عمر احنا مصريين وعارفين الامور بتدار باي شكل احيانا في الكره المصريه، لكن اعتقد اجابتك واضحه بان الامر في مصر احنا عارفين يا عزيز عمرو ماشي ازاي. لما تضيفه لفكره الافراط في تاجيل مباراه النادي الاهلي والاستشهاد ان الزمالك وسموحه ب 2017 لما اتحطوا في نفس الموقف حصل معهم عكس اللي حصل مع النادي الاهلي، يبقى هنا الصوره اكتملت تماما، خاصه كمان لما تجتزئ او تقتص من الاستشهاد بتاعك مباراه النادي الاهلي اللي اتلعبت في نفس توقيت مباراه الزمالك وسموحه. اذا الصوره تبقى مكتمله ان انت فعلا توضح للرأي العام ان في مجاملة او محاباة من قبل اتحاد الكرة للنادي الاهلي، وبالتالي ده اتهام مش رأي يا استاذ احمد، وبالتالي انت مطالب بالتوضيح. واحنا استعرضنا في الحلقة ليه اسقطت النادي الاهلي سهوا او عمدا مع انه لعب في نفس توقيت مباراة الزمالك وسموحة، ليه استشهدت بالموقف ده مع ان في نفس الموسم ده الزمالك والاهلي لعبوا دور ال 32، الاهلي مع بيتفيست بطل جنوب افريقيا بتاريخ 11 مارس و 19 مارس، والزمالك مع رينجرز النيجيري 12 مارس و 19 مارس، وكان في مباراة بين المباراتين دول وتم تأجيل مباراة الأهلي والداخلية وتم تأجيل الزمالك والشرقية. يعني الاستشهاد اللي انت استشهدت بيه او الموقف اللي انت استشهدت بيه ما هو الا استثناء لقاعدة، ولما تيجي تستشهد في 2018 بمباراة الأهلي وحورية كوناكري وتستبعد تماما صورة واضحة جدا من 14-12 ل 22-23-12 أربع فرق مصرية، الأهلي الزمالك الإسماعيلي المصري، الأربع فرق المصرية لهم مباريات مؤجلة ايا كان عدد المباريات، ولكن في النهايه الاربع فرق ليهم مباريات مؤجله. لما يلعب الاربع فرق والنادي الاهلي الوحيد اللي في وسط الاسبوع بين مباراه الذهاب والعوده في الدور 32 في افريقيا يلعب مباراه مؤجله، ده تفسيره ايه يا استاذ احمد؟ واستبعادك للموقف ده نفسره بايه؟ يعني النادي الاهلي لعب يوم 14-12 مع ريفارا بطل اثيوبيا، ولعب يوم 17-12 مع النجوم في مباراه مؤجله، ورجع سافر تاني ولعب يوم 23-12 مع ريفارا مباراه العوده. لما تستبعد المشهد ده احنا اكيد محتاجين تفسير، وليه ما تكلمتش عن الزمالك وما تكلمتش عن الاسماعيلي، خاصه وانت اساسا صرحت ان لو كان الاسماعيلي في المنافسه كان هيبقى الامر زي ما بيتعامل مع النادي الاهلي. نشوف تصريحك مع عمرو اديب ونرجع تاني. خليني اقول لك اللي انا متاكد منه بعيدا عن توقعاتي، ان نادي بيراميدز مصمم تماما على موقفه ومتمسك تماما بموقفه الا يلعب مباريات اخرى قبل ان يلعب النادي الاهلي وبقيه الانديه، ايا كان الموضوع مش في الاهلي كاهلي، ايا كان الانديه اللي ممكن تكون بتنافس. يعني الكلام ده لو الاسماعيلي هو اللي بينافس مثلا والاسماعيلي هو اللي عنده مؤجلات كان هيبقى نفس الكلام ونفس الموقف، لانه نفس
الأستاذ أحمد عفيفي ضرب مثل بالإسماعيلي وقال لو الإسماعيلي موجود في المنافسة كنا نتعامل معاه زي ما بنتعامل مع النادي الأهلي، ولو أي نادي تاني موجود في المنافسة كنا نتعامل معاه زي ما بنتعامل مع النادي الأهلي. بس هو واضح أن الأستاذ أحمد عفيفي بقاله فترة ما بصش على جدول ترتيب الدوري العام المصري، وما شافش نادي الزمالك متصدر الترتيب، ونادي بيراميدز اللي هو المتحدث الرسمي عنه هو النادي الثاني، والنادي الثالث هو النادي الأهلي اللي الأستاذ أحمد عفيفي بيتكلم عنه وبيتجاهل تماما نادي الزمالك، مع أن نادي الزمالك له مباراتين مؤجلتين من الدور الأول، مباراة الإسماعيلي من الأسبوع العاشر، مباراة النادي الأهلي، في حين النادي الأهلي له مباراة واحدة من الدور الأول وهي مباراة الزمالك، لأن مباراة إنبي اتلعب التاريخ 5-2، وحتى لو تصريحه قبل ما اتلعب المباراة ففي النهاية كان ده له مباراتين وده له مباراتين، ولكن هو اختار الكلام عن النادي الأهلي زي ما اختار الكلام عن ترتيب مؤجلات النادي الأهلي، برغم أن نادي الزمالك كان له 3 مباريات مؤجلة، وبالترتيب كان المفروض بيراميدز 2 أكتوبر والإسماعيلي 7 أكتوبر و19 اكتوبر النادي المصري، ولكن نادي الزمالك بدا مؤجلاته بثالث مباراه في الترتيب وهي النادي المصري، وبعدين لعب مع بيراميدز ولسه حتى الان مؤجل له مباراته مع الاسماعيلي. فازاي يا استاذ احمد محتاجين تفسير منك ليه بتتكلم عن النادي الاهلي اللي هو ثالث الترتيب ومش بتتكلم عن متصدر المسابقه؟ الامر محتاج توضيح للراي العام حفاظا على مصداقيتك ومصداقيه النادي اللي حضرتك متحدث رسمي عنه. طبعا كان دي استفساراتنا اللي الاستاذ احمد تجاهلها تماما بحجه او بالدعاء ان هو الامر بالنسبه له خطوتين فقط لا غير، واحنا قلنا ان احنا في نهايه الحلقه هنثبت ان ده ما كانش مبدا الاستاذ احمد عفيفي، لان الاستاذ احمد عفيفي في 2016 لما حصلت وقعه عقد مايوكا وتم نشر ان عقد مايوكا وكيله اسرائيلي، كان الاستاذ احمد عفيفي حريص جدا على انه يتكلم مره واثنين وثلاثه، وما كانش الامر عنده خطوتين فقط لا غير. تعالوا نشوف تصريحات الاستاذ احمد عفيفي في وقت عقد مايوكا. الموضوع ده ظهر للاعلام واتعمل عليه بقى شويه الكاموفلاش الحلو. ايه بقى الكاموفلاش الحلو بقى اللي هو ايه؟ طبعا هيطلع لنا دلوقتي فلان وعلان يدافعوا عن مرتضى منصور، ما اصل هم هيطبلوا لمرتضى منصور. طبعا هو الغرض من الكلام ده انت تسمع الكلام ده تقول ايه ده يا عم، ده انا كده لو طلعت اتكلمت عن نادي الزمالك هتفهم غلط، ده كده ده يا عم ماليش دعوه خلاص كاننا ما شفناش حاجه، يلبسوا الزمالك بقى يشتموا الزمالك مش قصتي، يقعدوا يقول لك وطنيه وتطبيع، خلاص يا عم ماليش دعوه، احسن لو طلعت اتكلمت يتهموني ان انا بطبل لمرتضى. لا هتكلم هتكلم وهتكلم وهتكلم. بعد بعثهم حسن انا عندي سؤال، احنا كده بقالنا حضرتك تسالني؟ بقالنا 3 اسابيع كده مستنيين اللي هيجي يثبت لنا ان الزمالك طلع فلوس لاسرائيل، خير اللهم اجعله خير. يعني نادي الزمالك ده اللي هو نادي الزمالك مش مركز شباب، يعني نادي الزمالك تم اتهامه انه طلع فلوس لاسرائيل ومحدش قدر يثبت، بقالنا تقريبا 3 اسابيع وفي شخص عايش معانا بيسحب اكسجين مجانا طلع قال الكلام ده على نادي الزمالك ومحدش قال له انت فين؟ خير ان شاء الله يعني خير. ده كان مبدا الاستاذ احمد عفيفي في التعامل مع القضايا اللي ما كانش خطوتين خالص، الراجل قال هتكلم وهتكلم وهتكلم، ومش كده وبس، ده كمان طارد الصحفي وبقى بيعد له بالايام والاسابيع وبص في ساعته بعد 3 اسابيع والخير اللهم اجعله خير، فات 3 اسابيع ولسه منتظرين الصحفي يا يطلع دليل يا يطلع اعتذار، ولسه بيتنفس اكسجين وموجود معانا، وزي ما انتم سمعتوا في الفيديو فاكيد الموضوع بالنسبه له ما كانش على خطوتين خالص. وعشان ما حدش يقول لي اصل عقد مايوكا وموضوع مايوكا موضوع كبير واتهام كبير وده اتهام صغير، انا مش بتكلم على حجم القضيه، انا بتكلم على طريقه التعامل مع القضيه، ومش هدفي كمان اتكلم في عقد مايوكا كان صح او كان غلط، ده مش موضوعي خالص، انا موضوعي المبدا اللي كان بيتخذه الاستاذ احمد في التعامل مع القضايا، الا اذا ان الاستاذ احمد غير مبداه مع شعار النادي بعد ما اصبح متحدث رسمي ليه وبقى فعلا ماشي على فكره غير مبدأك وشجع بيراميدز، ده موضوع يخص طبعا الأستاذ أحمد. أما ما يخصنا هو أننا ردينا على النقاط اللي اتكلم فيها والاستشهاد اللي استشهد بيه في فكرة تأجيل مباراة النادي الأهلي في إشارة واضحة لمجاملة اتحاد الكرة للنادي الأهلي. حابب يوضح الأمر أهلا وسهلا، ده أمر يرجع ليه والمصداقيته مع متابعيه، مش حابب يوضح الأمر فإحنا حبينا نوضح الأمر من اتجاهنا، ومش طالبين لا اعتذار ولا طالبين توضيح موقف، احنا عرضنا فكرته وعرضنا فكرتنا والحكم للمشاهد. اتمنى ان الامر يكون واضح تماما كده ما بين التقدير الشخصي وما بين حتميه التوضيح في الموضوع، لانه الاهلي دايما وابدا لما بيتعرض لاي اساءات شديده قوي بتستفز الناس. على فكره في اجتماع اتحاد الكوره انه رئيس نادي الزمالك يوجه هذه الاساءات للنادي الاهلي
مع خروج المهندس خالد مرتجي ده استفز جدا الكابتن احمد شوبير، مش بس كابن من ابناء النادي الاهلي وكابتن للنادي الاهلي، كمان لانه نائب رئيس الاتحاد في مؤسسه محترمه تستضيف اعضائها او رؤساء الانديه. فالوحيد اللي ثار وغضب ورد قوي على كل ما حدث من تجاوزات كان احمد شوبير، لسبب انه الخروقات زادت عن الحد والتجاوزات بلغت المدى. فانا اعتقد ما تحاسبنيش على رد الفعل وتتجاهل الفعل باستمرار. اتمنى انه ما اعلن على انه رئيس نادي الزمالك احل لجنة القيم، او انه اتحاد الكرة استجاب لشكوى النادي الاهلي المقدمة له واحال الموضوع للجنة القيم في جلسة 10 فبراير. 10 فبراير خلاص، نستنى يومين ثلاثة ونشوف ماذا سيحدث. الى ان يحدث ما يمكن ان يحدث، الاهلي مؤخرا او اول امبارح فاز على انبي في مباراه من مباريات الدوري، بكره عنده مباراه مع حرس الحدود. الفوز على انبي 2-1 شهد بعض الجدل التحكيمي، يمكن ده الهدف الاول لايمن اشرف، وكان في اكتر من قرار في المباراه وصل الامر فيه للاتحاد الدولي. ما شاء الله، بقينا دلوقتي امورنا التحكيميه الجدليه رايحه للفيفا. كنا بنشتكي للفيفا باستمرار من مشاكل اداريه وانتقالات اللاعبين وحقوق وفسخ عقود، اصبح دلوقتي لا، بتلجا للفيفا علشان قولوا لنا رايكم في هذه اللعبه ايه او هذا القرار ايه. ايمن اشرف الهدف الاول، وده الهدف الثاني، علشان نفكر حضراتكم باللي حصل اول امبارح ونشوف بعض المواقف التحكيميه المهمه. جونيور اجاييه الله عليه، لاعب على فكره لما المهندس عدلي قال انه العائدين من الاصابات وهيعاد قيدهم هيكونوا صفقات قويه وتدعيم قوي للفرقه، الناس فكرت انه لا ده هيحسبوا علينا صفقه. ما اعتقدش الاهلي كان يقدر يشتري لاعب اهم واقوى وافيد وافعل وافضل من جونيور اجاييه وعلي معلول اللي كانوا غايبين وقتها. الاضافات النوعيه المهمه جدا للفريق. طيب، في الجدل التحكيمي هنبدا الاول براي الكابتن ناصر عباس في قناه ام بي سي مصر، ده إعادة للأهداف. ناصر عباس في قناة ام بي سي مصر تعقيبه على التحكيم في هذه المباراة والقرارات اللي اتخذت فيها اللي زي ما قلت لكم وصلت لحد الفيفا. سمعنا بعد كده الكابتن عصام عبد الفتاح وهو بيعلن رأي الفيفا والاتحاد الأفريقي في أخطاء أو في قرارات هذه المباراة. البداية مع الكابتن ناصر عباس في ام بي سي مصر. الهدف اللي حضرتك بتتكلم عليه هي كانت كره ثابته. خلي بالك الكره الثابته يا كابتن مهيب دايما بتبقى قرار سهل جدا للحكم المساعد، لان هو بيبقى عنده التمركز خلاص. هو موقف نفسه. برافو عليك يا كابتن مهيب. بعكس لما تكون الكره جايه من كونتر اتاك الهجوم السريع، الحكم المساعد ممكن ما يوصلش لاخر ثاني مدافع وهكذا، بالتالي بتبقى اللعبه صعب. هنا الكره ثابته، الراجل الحكم المساعد متمركز الى حد كبير كويس، ولحظه لمس الكره كانت مهيب. نشوف حضرتك ممكن لو في اللعب عندك نشوف لاعب الاثنين اللعيبه لاعب الاهلي ولاعبين على خط واحد، ولكن في جزء من جسم او جزء من راس لاعب انبي. تمام. حاله من الحالات الصعبه جدا 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 بالقياس بحاله ليفربول امبارح يا كابتن مهيب. بقول ان الحكم المساعد انا عن نفسي بمشي معاه في القرار بان في تسلل بجزء من الجسم، وبالتالي هدف اللي جه لإنبي هدف من تسلل، وقرار الحكم المساعد كان قرار صحيح. معقول؟ تمام يا كابتن مهيب. الهدف صحيح؟ هدف من تسلل، الهدف اللي اتلغى. قرار الحكم المساعد كان قرار صحيح بإلغاء الهدف. نتيجة ايوه، ده اللي انا اقصده، الهدف غير صحيح؟ غير لا يعني الهدف يا كابتن مش الكرة، بقول تاني يا كابتن اوفسايد.
اوفسايد. انت فاجئتنا يعني على المقدمه والكلام ده، انا قلت الهدف هيكون صحيح. لا يا كابتن، احنا لاحظ يا كابتن مهيب في حاجه مهمه جدا. التسلل ممكن يكون بجزء من الراس، بجزء من الجسم، بجزء يعني اللاعب المهاجم سابق بجزء من الراس، ودي اللي ينطبق عليها الحال اللي حصلت النهارده. طيب يعني قرار الحكم كابتن ناصر عباس بيقول هدف انبي الملغي في الاهلي هدف من تسلل. الحكم الصباحي يعني قراره او قرار المساعد سليم يا سيدي. انت لما تجيب الكوره، انتوا عندكم الصوره ما تجيبوها لنا وانا اوريكم حاجه ما حدش اتكلم فيها. بص لها من منظور اللاينز مان واقف فين. مش هيشوف غير ازرق. يبقى معنى انه مش شايف غير ازرق ان الاحمر مش موجود، يبقى متقدم على الاحمر. هاتها بس، هاتها كده وقفها، هاتها وقفها اهو، هاتها وقفها اهو اهو، شايف اهو لسه بتتلعب اهي. اللاين زمان بقى يشوف الاحمر متقدم ازاي اذا كان الازرق قدامه اهو. هي عافيه، لا ترسم لي خطوط ولا تعمل لي. طيب ما دام هي حامل رايه بحامل رايه والمساعد هو الاساس، فلا يفتى وايمن دجيش المساعد الدولي صاحب الخبرات الكبيره يقول رايه في هذه اللعبه في قناه صدى البلد. اللعبه دي تميز للمساعد شريف. النهارده انا المساعد اللي بيمشي لعبه زي ديت، انا المفروض اشجعه وادي له حقه، لان النهارده لو بصينا لحظه، وعندنا سبب اقول لك عليها يا كابتن هاني بيوضح الكره دي جدا يعني. لحظه خروج الكره ديت، انا بقول لك ان الكره دي فيها ان المهاجم انبي سابق بدماغه. ليه بقى؟ لو جبت حضرتك لو بصيت، احنا نعرفها منين في اللعبه ديت؟ لو جيت لخط ال 18 ووقفت لحظه خروج الكوره يا كابتن هاني، ايوه، هتلاقي ان راس لاعب ام بي اقرب لخط ال 18. خط ال 18 هنا موضح جدا. هتلاقيه اقرب لخط ال 18 من لاعب الاهلي. تمام، فهدف سليم متميز من المساعد شريف عبد الله. قصدك قرار سليم بالغاء الهدف. قرار، ايوه تميز، ما انا بقول لك قرار. تمام. سليم. أيوة. قرار سليم بالغاء الهدف، قرار مميز من شريف. تمام. الهدف، لان الهدف غير صحيح، من تسلل. من تسلل. طيب بالضبط. راي ايمن دجيش واحد من ابرز مساعدي الحكم، اللي الحقيقه قدم مفاجاه عكسيه للاستاذ هاني حتحوت الذي كان يمهد من استضافته لدجيش انه يدعمه في المقدمة التي قالها. يا مقدمة أنا بسأل الأستاذ هاني حتحوت، ما تاكلناش ها، وياريت تجيبوها لي دلوقتي. بدأ حديثه أنا بالصدفة بقلب لقيت الأستاذ هاني حتحوت بيقول إيه؟ تقرر، جاءنا أنه قد تقرر إيقاف مساعد الراية، تقرر بعد الماتش بربع ساعة إيقاف حامل الراية. من أين جاءتك هذه المعلومة المؤكدة يا أستاذ هاني؟ طب ما نسمع هاني حتحوت الأول بناء على كلامه عندك؟ نسمع هاني حتحوت. النهاردة ومنذ قليل اتجاه لإيقاف حامل الراية في مواجهة الأهلي وإمبي الكابتن شريف عبد الله بحسب ما أبلغت المصادر الماتش، اتجاه لإيقاف الحكم بسبب اعتراض سريع جدا من جانب إمبي وتهديد بالتصعيد وإرسال شكوى إلى اتحاد الكرة غدا بشأن طاقم التحكيم. طيب هاني حتحوت عنده خبر أنه تقرر إيقاف المساعد شريف عبد الله، وأنه إمبي بيهدد ورايح لاتحاد الكرة، وكأنه اللي بيروح لاتحاد الكرة بيتنصف قوي، بس ماشي. هل القرار يقدر يصدر أو ممكن يصدر عن حد غير رئيس لجنة الحكام؟ هل رئيس لجنة الحكام عنده من التحفظ على مساعد الحكم شريف عبد الله ما يدفعه لإيقافه أو معاقبته أو حتى إدانته؟ لا استنى، يا عصام عبد الفتاح، لا 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 لا، قبل يا عصام عبد الفتاح يا أستاذ إبراهيم، أخطر ما قاله هاني حتحوت. ده بيقول لك جاءنا حسب مصادرنا. مين مصادرك اللي بتدي لك هذه الاخبار؟
من هي تلك المصادر اللي بعد الماتش بربع ساعة بتقول لك هنوقف الاتجاه إلى إيقاف الحكم؟ مين ده؟ عضو مجلس الإدارة اللي كان بيقدم في أحد القنوات وشن حملة بعد نهاية المباراة على الحكم وعلى إزاي الطرد الغلط وإزاي الجون الصح يتلغي. هم دول المصادر اللي أنت بتلجأ لها في مجلس إدارتك؟ يا أستاذ هاني لقد بدأت بشكل طيب جدا جدا وتوسمنا في إعلام محايد، ولكنك تواصل التحيز ضد النادي الأهلي. وأنت لما تيجي تقول إيقاف الحكم دي رسالة من أين جاءت؟ يا تقول لنا اسم المصدر، يبقى أنت المخترع الكلام ده. هو مالوش يقول اسم المصدر، بس احنا لينا نسمع المصدر الرئيسي حتى يتبين. يعني ايه اللي مالوش يقول؟ لما كل واحد يقول لك مصدر مسؤول، ماشي لا، يظل من حقه انه ما يقولش مصدره، بس المصدر الرئيسي نفسه والشخص المعني رقم واحد بمسيره التحكيم. هتشتغلوا لي انتوا اعلام بس في لا نشوف. لا لما تقول في مصدر وما فيش مصدر اعرف منين ان انت صادق؟ مالوش يعني الله. هات ما يكذب هذا. واي واحد يقول لك مصدر ومالوش انه يقول مصدره، بس المصدر يعني الرئيسي هو اللي يكذب يعني ده او يصدق. لا لازم يقول مصدره. ايه رايك بقى؟ انا مهندس مهني، مش من حق اي حد. لا ما فيش حق ما يقولش، ما يخترعش. ايوه ما يخترعش، ده حاجه مش عرفني انه مش مخترع. دي حاجه يدافع عن خبره، دي حاجه مصدر تانية. يثبت صحته. مين جانا من مصادرنا؟ ده 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 اوكي، انا هصدق ده، انا هصدق المصادر، بس ارجع للمصدر الرئيسي. الله، عصام عبد الفتاح نسمعه. يعني انت معنى كلام حضرتك ان صباحي ان الكوره مش اوفسايد؟ الكوره تسلل 100% تسلل. الكوره تسلل طبعا، تسلل بجد. يعني حضرتك بتختلف مع كابتن شناوي فيها؟ انا بحترم كل الاراء، لكن هناك عشرات المحللين التحكيميين قالوا ان اللعبه تسلل. بص يا سيف، قبل لحظه لعب الكوره في جزء من الراس من لاعب انبي اللي احرز الهدف جزء في التسلل. بدل ما نتكلم، عارف اقول لك حاجه كمان؟ سيبك من رايي، احنا هنبعت الحاله دي للاتحاد الدولي. ولو الاتحاد الدولي ما مشيش مع قرار الحكم المساعد، انا مستعد اسيب لك الحكام. يعني هاني حتحط يقول عندي خبر، ماشي، بس لما يكون المصدر الرسمي الاول للتحكيم رئيس لجنه الحكام، حتى واحنا مختلفين على بيشيد بالرايه، بيشيد بحامل الرايه، مين اللي هيوقف الحكم او مين اللي هيوقف مساعد الحكم؟ مصادره المزعومه دي تدبيسه بقى، ده خبر تدبيسه. كابتن الشناوي او احمد الشناوي في تحليله لاداء التحكيم في هذه المباراه، من الانصاف ان احنا نقول كان له وجهه نظر انه هدف انبي اللي اتلغى سليم، بس كمان من الموضوعيه الشق الاخر في كلامه نسمعه. خد كلامه كله، ما تجتزئوش، نسمعه. نشوف بقى الجول الاولاني اللي دخل في النادي الاهلي. نعم، عايزين نشوف اللقطه نصر، ان طبعا الفاول اللي احتسب عليه فاول للاعب الاهلي اولا، ثم بقى فاول عليه، ده فاول يعني بانذار. يعني تشوف انت الفاول دلوقتي، ده فاول بانذار، الفاول هتشوفوه دلوقتي. بص اللعبه لما هتتعاد، هادي اللعيب اهو راح بياخد الكوره. بص هو بيدفع دلوقتي، دفعوا اللاعب، بص دفعوا ازاي، دفعوا بايده، واضحه ايده اهي، واضحه الايد الدفع اهو، واللعيب جيرالدو بيقع. هو اعتقد الصباحي بعد كده جيرالدو بيقعه. انا اعتقد الصباحي حسبها لمسه يد متعمده على جيرالدو. فين لمسه يد على جيرالدو؟ ده هو بيتزق يا كابتن. كابتن انا بقول لك اعتقد. هو ادي قصه، لكن نكمل اللعبه يا نصر. بص يا نكمل لا عملها سيميليشن. خلينا نتكلم يا كابتن شوبير، عايز اقول على حاجه. لا هو حسب الحكم، الحكم عشان يحتسب، عشان مسك رجله، هو ما شاف بالظبط يا كابتن، مسك رجل هو الصباحي ما شافش الفاول الاولاني بالظبط، بس لكن شاف الفاول الثاني. لكن طبعا هنا برضو انا عايز، انا جبت الحالتين دول ليه يا كابتن؟ نعم كابتن، بعد ما وقع مسك رجله. اسمعوني بس يا كابتن، انا جبت الحالتين ليه يا كابتن ايمن؟ اتفضل يا كابتن. عايز اوري انه ممكن جدا هدف صحيح يعني ما يحتسبش، نعم، وهدف غير صحيح النهارده من فاول غير صحيح بيجي منه جول، بيجي منه الهدف. فيعني انا عايز اقول ان الخطا التحكيمي ممكن في وقت واحد ليك وعليك.
يعني خلينا نتكلم يعني بشكل عام بالطريقه دي. الهدف الاولاني في النادي الاهلي هنا طبعا الهدف هنا في احدى القنوات طبعا هنا بص يا كابتن هنا بيحتسب التسلل لحظه لعب الكره مش الكره لما تطلع انا جايب اللقطتين اللقطه دي ما فيهاش تسلل اهي لكن اللقطه دي بقى الكره طلعت متقدم بجزء من جسمه هي الكره عامل لكم عليها اكبر او متقدم بجزء من جسمه فهنا الحكم طبعا المساعد من الحاجات اللي انا عايز اقولها الالعاب دي صعبه صعبه جدا خلي بالك وبعدين حتى على مستوى الاتحاد الدولي في البطولات العالميه بيجي مع الحكم المساعد رفع ما يقدرش يقول له يعني صعوبتها العامل البشري ما يقدرش يجيب الخط ويعمل الحاجات دي كلها لكن التسلل مش موجود في الحاله الاولانيه لكن لما الكره طلعت بقى في جزء من عشان كده دايما التسلل بيتغير في كسر من الثانيه فلكن طبعا هنا الهدف يعتبر هدف صحيح برضه يا كابتن لاحظ لعب الكره كابتن شناوي يعني الراجل بحكمه اراد ان يتوازن طالما نتكلم على ان جون الاولاني اللي جابه انبي نتيجه دفعه وهي برضو انا سمعت احد المحللين بيقول ان اختل توازن جيرالدو كرة هو اللي بيلعبها بيعليها عشان يقلبها ويعمل لها كلير وهو بيعمل كده ينزل على ركبه هو ما وقعش على جنبه عشان يقول ولا وقع على وشه عشان يقول اختل توازنه ده اتضغط عليه نزل على ركبه فيعني كرة واضحة وضوح الشمس هنا يا استاذ ابراهيم جيرالدو خد انذار الناس اللي عماله تقول ظلم وعد وانا الناس اللي عماله تتكلم على الانذار الثاني بتاع عبد الله جمعه اللي هو كان ظلما وعدوانا واطرد بسببه ها ما كانش خد اللي قبلها ها خد انذار وده الانذار الثاني لا يعني كان في واقعه اخرى كان يطرد فيها ايضا ما خدش انما في الواقعه دي الناس ما كانش يستحق الانذار ماشي جيرالدو هنا ما يستحقهاش لا ده وصلوا انه عايزين يغيروا لعبد الله جمعه يغيروا النظام ويقول لك من حق الانديه ان تلتمس طيب وجيرالدو اللي خد مرتين ورا بعض انذارات واحده بضربه جزاء مستحقه في سموحه ما خدهاش وخد انذار ودي اللي المفروض ان الفاول له يوم يتحسب ضده وياخد انذار انذارين اوانطه يا ترى بقى نعمل ايه لو اتحط دي مع دي لا غير اسم جيرالدو لعبد الله جمعه ممكن يتعدل مش معقوله ما يحدث ما نشاهده لا فانت الناس اللي عماله تشكك ان الاهلي والتحكيم والاعلام حد يتكلم ايه ما حدش يتكلم على جيرالدو وانذاراته لا هم اتكلموا على ماتش الداخليه طيب الكابتن عصام عبد الفتاح حسم الامر لبعيد قوي ودى القرارات التحكيميه في هذه المباراه لاخر الدنيا نسمعه امبارح مثلا احد المحللين قال لك اجزم ان جون اللي جه في الاهلي جون سليم رغم ان هو غلطان لان احنا سالنا الفيفا والاتحاد الافريقي وناس في الاتحاد الاسيوي ان الجون تسلل اذا حتى البشر اللي بيحلل الصوره وهو قاعد في التكييف ممكن يغلط ممكن لكفاءته بقى الفنيه ممكن لفهمه للقانون واصل بيبقى جزء من الثانيه جزء من الثانيه برافو عليك غلطه والله عامل سرعة أداء رهيبة يعني وإحنا في عصر التكنولوجيا ممكن تاخد رأي الناس كلها ويجي لك الرد على طول يعني المفروض أن أنا أبقى سعيد برأي الفيفا بس يعني بقول ده إيه سرعة التلبية سرعة الأكشن والرياكشن والسؤال والإجابة دي حاجة لازم نحيي عليها جماعة يا جماعة لما بنقول أن لأ في أخطاء تحكيم وفي أخطاء تحليل أنا الأوان بقى نتوقف أمام موضوعية تحليل أداء الحكام لأن كابتن شناوي نفسه هو بيحكم عليها بأنها مش أوفسايد بيقول والله الاتحاد الدولي بيقف مع الحكم طب وانت بتقف مع مين قال ان احنا بعتنا القرارات للاتحاد الدولي لجنة الحكام ولجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي وللجنة من خبراء الاتحاد الآسيوي والكل أجمع على أنه قرار المساعد صحيح وأنه الهدف فعلا من تسلل
واعتقد انت عارف هو قال كده ليه، ينهي كل هذا في رأي يعني، هو بيستبق الاحداث لان كان في تسخين ان الناس تقدم شكاوى وبتاع، فممكن وحب يطمئن الى موقفه هو، مفيش مانع انه حسن موقفه يعني. بكره الساعه 6 ان شاء الله الاهلي وحرس الحدود. مارتن لاسارتي اختار قائمة المباراة سريعا ال 19، شريف اكرامي والشناوي وعاشور وسعد سمير ورامي ربيعة وايمن اشرف ومعلول ووحيد وباسم علي واسلام محارب وكريم ندفد وحمدي فتحي العائد وصلاح محسن ايضا العائد وحسين الشحات ورمضان صبحي وناصر ماهر واحمد الشيخ بعد عودته وجونيور اجاييه وجيرالدو ابو انظرين ظلم. دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.